طيب، السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. ان شاء الله نبدا في خلال دقيقه. معتز اهلا بيك، لو سمعني بس تفتح المايك بتاعك نعمل تيست صوت. يا ريت كل الموجودين لو نشير الحلقة دلوقتي على تويتر، على انستجرام وفيسبوك. ان شاء الله هنبدأ في خلال دقائق. الصديق العزيز معتز مطر لو موجود معنا في الروم، بس لو تفتح المايك بتاعك نعمل تيست صوت قبل ما نبدأ. تحياتي دكتور، تحياتي، السلام عليكم. يا مساء الفل. اتمنى تكون سامعني بوضوح. سامعك كويس، اهلا وسهلا. خلاص احنا نبدأ في خلال دقيقة ان شاء الله. دكتور أسامة. معتز انا سامعك كويس، تمام، اهلا وسهلا. وانا سامعك بوضوح. تحياتي ليك تمام. ولكل متابعينك وكل محبيك، وانا سعيد جدا وبشرف ان انا اتواجد مع حضرتك. اشكرك يا معتز. خلاص خلينا نبدا مباشره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بالجميع في حلقه جديده من بودكاست اخر كلام مع اسامه جاويش. ضيف النهارده الحقيقه مش محتاج مقدمه، هو يعني صورته لوحدها تكفي، وجوده اعتقد ان هو يعني حاجه مهمه جدا لناس كتير انها تسمع منه، تتكلم معاه بشكل مباشر. احنا كلنا بنشوفه على الشاشه، بنتفرج عليه على اليوتيوب، على مواقع التواصل، لكن الحقيقه كانت فرصه النهارده ان احنا نكون موجودين مع بعض في بودكاست اخر كلام، تجربه تفاعليه. اللي حابب انه يتكلم مع معتز بشكل مباشر يساله سؤال، هيكون عندنا تو اوبشن. الحقيقه عندكم خاصيه الرسائل موجوده فوق صوره معتز على اليمين، في انك تكتب رسائل، وبدات ناس تكتب تحت رسائل واسئله فعلا. وعندنا كمان زرار الاتصال اللي تحت على اليمين خالص، حضراتكم هتلاقوه شبه سماعه التليفون. اذا حابب انك تعمل معانا مداخله، تسال سؤال، اضغط على زرار الاتصال، هيكون في زي طابور انتظار كده حضراتكم هتكونوا موجودين فيه، وان شاء الله واحد واحد نبدا ان احنا نستقبل اسئلتكم ومشاركاتكم. زي ما قلت من غير مقدمات، معتز مطر اول ما بتسمع الاسم بيجي في بالك حاجات كتير. كلمه الله غالب اكيد ناس كتيره مرتبطه بيها، وخلاص بقت حاجه كده خاصه بمعتز مطر. المقدمات اللي كان بيعملها في البرنامج بتاعه، دايما ارتبط اسم معتز مطر بان في مقدمه ناريه هنسمعها النهارده، وفي خلال ساعات هتكون معديه 1.2 مليون مشاهده، وناس كتيره جدا هتكون سمعتها وشيرتها واتكلمت عنها. هيرتبط معاك برضو لو انت متابع معتز من زمان، بقى هيرتبط معاك بمودرن سبورت، بمصر 25، بعد كده طبعا تجربه قناه الشرق في اسطنبول، وصولا الى انه الراجل كان محطوط على طاولة مفاوضات ما بين بلدين، ما بين النظام العسكري في مصر وما بين تركيا، نظام الرئيس اردوغان، وانتهى الامر زي ما كلنا تابعنا في منتصف العام الماضي بطلب من السلطات المصرية بان معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع، هشام عبد الله ما يبقوش موجودين، وبايقاف برنامج مع معتز وبرامج اخرى. وبالتالي عشنا كلنا التجربة دي معاه يوم بيوم، لحد ما الحمد لله ربنا اكرمه وقدر يخرج، ورجع تاني معتز مطر موجود مع جمهوره بشكل شبه يومي، ولكن على اليوتيوب. من غير مقدمة طويلة زي ما قلت، أنا أصلا طولت في المقدمة. معتز أهلا بيك. أهلا بيك يا دكتور، وبشكرك على كل كلماتك. وتاني بجد من قلبي أنا سعيد جدا جدا أن أنا أكون مع حضرتك. فعلا أنت ليك مكانة كبيرة جدا عندي، وأعتقد عندي ناس كتيرة جدا جدا فرضتها بأدائك الإعلامي، وفرضتها الأهم بأخلاقك وحضورك. ربنا يزيد عليك نعم وكمان وكمان يا دكتور أسامة. ربنا خليك يا معتز، والله شهادة اعتز بيها. انت صديق عزيز، مش عايز اقول اخويا الكبير عشان ما كبركش، لكن انت فعلا اخ كبير يعني. وخليني ابدأ مباشرة كده في دقيقتين، مين هو معتز مطر؟
تعرف ان ده اصعب سؤال اول ما بتقوله دلوقتي افتكرت على طول برنامج الحكم بعد المزاولة، كان برنامج استضافوني فيه اللي هو طلع كانوا عاملين على تلفزيون اسرائيلي تلفزيون اسرائيلي كده فريق اللي هو ما يعني هو حد عادي جدا يعني في الاعلام من سنه 99 مارس 99 دخلت اذاعه الشباب والرياضه ودخلت كمخرج اللي هو مخرج يعني دي تعتبر الوظيفه الاولى في الاذاعه او هي اصغر وظيفه يعني كنت بخرج البرامج وبقعد على التليفون وبعديها بقى في اذاعه الشباب والرياضه بقيت مقدم برامج قصه طويله وبعدين انتقلت ل ARTE كانت هي الناس لو تفكرها هي كانت أقوى شيء قبل ما تنباع لبين سبورت وبعديها كان وكانت أخبار العربية كانت لسه جديدة في مصر حقيقة كنت من التشرف بإنشاء تلك الوكالة وبعديها كان قناة النادي الأهلي شرفت كمان بإنشاء قناة النادي الأهلي واستمرت فيها لمدة شهرين وبعدين مودرن سبورت وكل ده كل ده طول الوقت أنا مجال الرياضة أنت فاهم يعني هو ترتيبات القدر بتكون أفضل من أي ترتيب الترتيب الإلهي بيكون أفضل من أي ترتيب أنا فعلا حلمي اللي كان جوايا طول الوقت إن أنا أتكلم في الشأن العام لكن الشأن العام في أواخر التسعينات وبتاع كان شيء صعب جدا جدا لسببين أولا المجال العام اللي حضرتك عارف الوضع فيه عامل إزاي كان في مصر في هذا التوقيت تاني حاجة السن يعني أنت عارف مصر السن صغير يعني أنت إيه تتكلم في الشأن العام أنت مين أنت يعني عشان تتكلم في الشأن العام يعني أنت ابن مين في مصر عشان تتكلم في الشأن العام سنك صغير جدا يعني إحنا بلد مش شابة للأسف الشديد يعني مصر مش بلد شابة يعني طول الوقت الناس عاملك انك انت صغير لحد ما الأقدار حطت في مودرن سبورت بتاع دوت ترتيبات القدر برضو حصل خلاف كبير في مودرن سبورت بسبب موقف إنساني حقيقة خدته المهم وسبت مودرن سبورت وانا في اعلى مستوى بخلاف ساعتها حاولت كل ما يتفق معايا قناه وابدا اطلع فيها تاثر عليها اداره مودرن سبورت لا ده لا ده لا ده لا لحد ما طلعت في برنامج قبل مباراه مصر والجزائر فاكر الشهيرة حضرتك فاكرها أكيد وكل 2009 نوفمبر 2009 على التلفزيون المصري عملت حلقة على الهواء مباشرة قبل المباراة 48 ساعة كانت سهرة 4-5 ساعات كان ساعتها باشمهندس أسامة الشيخ كان هو رئيس مش رئيس الاتحاد كان اسمه رئيس الاتحاد تحت الوزير وبتاع كان مهندس أسامة الشيخ وحياة وتربطني بعلاقة كانت قديمة جدا من وقت ARTE وكانت أخبار العربية كده فساعتها الحلقة دي عملت فلقيت ساعتها هو دكتور وليد دامس بيكلمني بالليل يقول لي انت ازاي تطلع من التوحة ده كان مشيت من القناة مشيت خلاص قال لي لا انت ترجع ورحنا عادنا وبتاع المهم يعني لم اقبل ساعتها مضيت العقد وكل حاجة مع مودرن تاني ولم اقبل اني حاجات كتيرة بس المهم انها تنص اشخاص فمش عارف احكيها اسامة يعني فاهم يعني ان انا اعمل برنامج معين وبرنامج تاني رفضت وبتاع فلقيت الدكتور وليد شوف ترتيبات القدر قال لي حب تعمل توك شو سياسي ما هو انت مضيت عقد وهو مش عايز يسيبك والاعلانات كان ساعتها اللي ماسك عندها الاعلانات في مودرن شركة شويري يمكن المشهورة جدا معروفة اللي هي ماسكة اعلانات الام بي سي وكانوا قايلين لإدارة مودرن ما ينفعش تفرطوا فيه فقال لي كده انت عارف انت ازاي انت مش لازم تشتغل ما هو عارف انك مذيع انت لازم تطلع هوا ومش هتبدا تقعد معاه من غير ما تطلع هوا قلت له اعمل وكانه لامس الحلم لامس الحلم لم يكمل الجمله قلت له اعمله فورا قال لي انا هفتح لك قناه كده بدون اي مبالغات يا دكتور اسامه وكانت قناه مودرن مصر قبل الثوره وكاننا كنا على موعد مع القدر على موعد مع القدر
عملت برنامج محطة مصر بالفعل، وانطلقنا إبريل 2010. إبريل كان 2010. توقيت حيوي جدا يعني، فظيع توقيت. بقول لك موعد مع القدر. بدأت انت عارف واحد جاي من الخلف تماما، الأجهزة الأمنية مش في حساباتها، مش محطوط تحت أي حاجة، وانطلقت والناس تقدر ترجع، الفيديوهات كلها موجودة على قناتي حطت مصر. كلمت بكل قوة وحياة، وكنت بستضيف ضيوف كتيرة جدا، وكان المحور الرئيس في كل حلقة اللي بنختم بيه الحلقة هو جمال مبارك. يعني كانت عملت صدى كبير جدا، درجة ان في حلقة شهيرة مع الاخ والزميل والشاعر والاعلامي عبد الرحمن يوسف، كنت دي اول لقاء مع عبد الرحمن يوسف. وفي اخر الحلقة وكان قلت له ساعتها، دي كانت بداية بقى الدنيا تتقلب، قلت له انت انا لو مكانك ابقى اسمي عبد الرحمن القردة، وانت ليه اسمك عبد الرحمن يوسف؟ اخر سؤال. قال لي عشان ما اكونش زي جمال مبارك بعتمد على أبوه. ويمكن الجملة دي تبدو الآن تافهة في ظل التغيرات والإجرام اللي احنا شفناه والقصة، لكن في التوقيت دي كانت جملة خطيرة جدا. أسامة الغزالي حرب بعديها برضو اتكلم على جمال مبارك. تعرف كان جمال مبارك هو الأزمة الكبيرة ساعتها، طبعا القصة التي قسمت ظهر بعير مبارك نفسه يعني. وبعدين لحد ما كانت الحلقة الأخيرة، طبعا حصل إيقاف مرتين ثلاثة، ولكن مش بصورة مباشرة عن طريق إدارة القناة، وبصراحة وتعاملوا معايا بلطافة جدا حقيقة. يعني ربنا كمان سخر حقيقة عائلة هذه العائلة وهذه الإدارة بأنها بصراحة أتحت لكل المساحات. وحصل بعديها بقى لو تتذكر في أول يونيو 2010 وفاة خالد سعيد الله يرحمه. طبعا. والحتة دي يعني كنا برضو ربنا قدر ان احنا نكون الشاشة الوحيدة اللي نتبناها في مصر كلها، كان الحديث عن خالد سعيد من المحرمات يا دكتور، من المحرمات اللي يمكن تتكلم عن خالد سعيد. تمنيت هذا الموضوع بكل قوة، كنت فعلا الشاشة الوحيدة يعني تتكلم عن خالد سعيد، وتابعت محاكمته، ورحت لدرجة ان انا رحت مرة ما انساهاش جلسة محاكمة لخالد سعيد في اسكندرية، فجيت وبعت الكاميرا وكان الكروب بتاعي جوه، وجيت انا ادخل فكان في لواء واقف، في ناس بتتظاهر بشكل رهيب على الكورنيش، وجيت اخش في اللواء قال لي انت رايح فين؟ قلت له حضرتك انا داخل الجلسه. قال لي لا كل الناس تخش الجلسه انت ما تخش. قلت له حضرتك ده ما الكروب بتاعي جوه. قال لي هم يخشوا اول ما القاضي يرفع الجلسه ان شاء الله تخش. انزل بقى يا حبيبي اقعد مع اصحابك تحت هنا كده، هم عاملين كاردون كبير جدا من العساكر والناس اللي بتهتف جواهم، وناشرين ضباط امن الدوله على الكورنيش عشان من بدري من على بعد 2 كيلو عشان عربيات المشروع، بيقولوا على الميكروباص مشروع في اسكندريه. ايوه تفضل تعلي الكلاكسات عشان تعلى فوق صوت الناس اللي بتهتف ضد مبارك. قال لي بقى انزل بقى اقف مع اصحابك تحت كده ولما ان شاء الله تخلص وبتاع، واحد بقى انت عارف صيغه السخريه، ويقول لي اللي هو يقول لا افتح يا ولد لمعتز بيه، دخله في اللي هي الدايره يعني، وما يخلصوا محكمة هندخلك وتغطي وتتبسط. هندخلك وتغطي كده، انما كده مفيش. يوم الاربعين بتاع خالد سعيد اتقبض على الكروب بتاعي وما انساش، كانت مراسلة اسمها استاذة بسمة، فكلمتني وهي بتبكي وبتاع وكذا، فكلمت الضابط، كانوا مهزوزين جدا يا دكتور توقيتها، قلت له المراسلة دي بتاعتي وارجوك ما تضطرنيش، انا الشريط وصل لي، لان انا خليتها توصل الشريط، انت عارف ساعتها بقى انت لازم تتحايل قبل ما، لان انا فاهم انها بتمسك وكده، وانا هزيع ده النهارده وبتاع. وسابوها، كانوا في حاله رعب رهيبه جدا. ال40 بتاع خالد سعيد كان يوم فارق في تاريخ مصر لو تتذكر، دكتور البلدي كان في حشد كبير جدا عند المسجد القائد ابراهيم، والاول مره هتاف مدوي بسقوط مبارك في 40 خالد سعيد، كانت يوم لا ينسى يعني. لحد ما كانت حلقه دكتور يحيى الجمل في اكتوبر 2010، ودكتور يحيى الجمل وبدون اي اتفاق الله يرحمه، وفعلا الراجل اما فاجئنا جميعا فجاه لقيته هو بيتكلم، انا ما سالتوش، لقيته بيقول لي انت عارف يا ابني مين بيحكم مصر؟ قلت له مين؟ قلت له مين يا دكتور يحيى؟ قال لي سيده القصر تحكم مصر. كان ده طبعا ده كان عنوان مخيف والله. كان في معايا صحفيه بدون ذكر اسامي من مصر اليوم في الكنترول، فقامت نازله بيها استربايه يعني عاجل، الدكتور يحيى الجمل من يحكم مصر، سيده القصر تحكم مصر.
انا بقول لك انا قاعد في الاستديو وحسيت الهزه اللي في مدينه تاج الاعلامي تحت رجلي، انا عارف الدنيا بره بتتقلب ازاي. دكتور يحيى الجمل كان يومها مبدع بشكل كبير جدا. سمعني بوضوح يا دكتور؟ جدا. فلقيته قال لي، وعلى فكره انا سوزان دي انا اللي كنت مشرف على رسالتها، وانا وانا قدمت مبارك على الهوا على الهوا. الحلقه دي لم يكتب عنها غير الشروق، لسه محتفظ باللينك بتاعها. الحلقه دي شفطت انا بس ما سبقش الاحداث. المهم قال لي انت عارف انا قدمت تعديلات لمبارك تليق بنهايه حكمه. يا نهار ابيض. وقال لي وانا اصلا انا ما يبني ما بينه وبين القبر خطوات، وانا قلت له ما يليق ما يستحقه، يعني حرام كده اللي بيحصل في البلد، لا بلا 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 بلا. وانت عارف الواد جمال مبارك ده انا بيصعب علي، لا حضور ولا كاريزما ولا حاجه بهذا الشكل. انا بقول انت مستني طبعا الامن المركزي يدخل الاستوديو في اللحظه دي. خلصت الحلقه. دكتور وليد دابس خد الحلقه شريط الحلقه تحت باطه وقفل ونزلنا بأناشيد وقرآن. والله مش بحكي مشهد كوميدي، هذا ما حدث فعلا يعني، هذا ما حدث فعلا فعلا يعني. وجاءت الثوره وكنا موجودين من اول لحظه فيها، وانت عارف الباقي بقى كيف قدرت. طيب. الموضوع انا عايز بس اذكر الناس. لا خالص والله، انا يعني انا فعلا حابب ان انت تتكلم اكتر لان الناس اكيد عايزه تسمع. انا عايز اقول لك ان الحكايات دي انا بحكيها لاول مره مع اخويا وصديقي العزيز ربنا يديم المحبه في الله اسامه جاويش حبيبه محتفظ. يشهد الله هذه الحكايات لم تحكى ابدا، وفيها تفاصيل اخرى. المشكله انك خايف تحكي حاجات تمس ناس، انت فاهم العصابه. انا لو الابلكيشن ده في لو الابلكيشن ده فيه استرابات كنت نزلت باسترابات دلوقتي. عاجل معتز مطر يقول كذا بس. والله عايز اقول لك يعني انه بقول لك ترتيبات القدر، كل ما تبص لتاريخك ورا تكتشف ان اللي بيختاره ربنا ليك غير اللي انت بتفكره خالص، وهو الافضل والاحسن مهما بدا مؤلما وظالما وسوديا، لكن ربك ارحم بيك من امك وابوك. سبحان الله. اكيد. طيب انا حابب اذكر كل اللي انضموا لينا دلوقتي ان انت ممكن تبعت رسائل، لو عندك سؤال ابعت لي رسائل في ايقونه فوق صورتي وصوره معتز، او تحت لو حابب تشارك معنا عن طريق مداخلات مباشره في صوره سماعه تحت او اتصال، اضغط عليها وتبقى في طابور متصلين اللي فيه عمر ودكتور عبد الله. معتز استاذنك ناخد بعض المشاركات ونرجع نكمل. يا ريت كل انا كيف انا ضيفك وتفعل كيفما تحلو لك. تمام. انا هستاذن بس الناس اللي في المداخلات، يا ريت لو معاك دقيقه واحده لو عندك سؤال او تعليق او حابب تسال معتز في حاجه، فيا ريت باختصار شديد عشان بس ناخد اكبر عدد من الناس. عمر اتفضل لو تفتح المايك بتاعك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ معتز ان شاء الله تكون بخير انت والدكتور اسامه. تحياتي لحضرتك، كل عام وانت بخير يا استاذ عمر. ربنا يخلي حضرتك. انا بس حابب اسالك سؤال شخصي، انا اسف بس هو السؤال ده بيراودني بقالي فتره طويله، خصوصا ان انا بحط نفسي في مكانك. فكنت عايز اسال عن الحياه الشخصيه والوضع مع الاسره. فطبعا لو حضرتك حابب ما تجاوبش مفيش مشكله، ما عنديش اي مشاكل خالص، بس بحاول احط نفسي مكانك. فعايز اعرف بس انت عايش ازاي، وضعك الشخصي، الاسره، يعني اعرف لعله وعسى نستفيد يعني. شكرا جزيلا يا عمر. ربنا ما يكتب يا أستاذ عمر عليك ولا على أي حد، لا مكاني ولا مكان أي حد. لكن عايز أقول لك أنه الموضوع ده يعني أكيد حضرتك فاهم أنه استغرق من تفكير كتير جدا جدا جدا، وده اختبار كبير وما زال هذا الاختبار مستمر، هو اختبار لم ينتهي ومش لي لكثيرين، ولكن هو اختبار قاسي جدا جدا من الله، لانه يعني هي الدنيا كده. خليني اقول لك ان الثغر اللي احنا واقفين عليه دلوقتي يا استاذ عمر لم نختاره، يعني احنا ما اخترناش ان احنا نقف على هذا الثغر. ربنا كتب علينا انك تبقى واقف في هذا المكان ويثبت بيك اخرين. قد يكون الاخرين دول اعداد كبيره جدا، وقد يكونوا آلاف، وقد يكونوا عشرات، وقد يكون واحد، لكن كل واحد ليه اختبار في حياته، هو الاختبار اللي ربنا خلقه عشانه بعد عبادته. فإنك تقف على ثغر هذا الحق
اختبار كبير جدا مع عصابة مجرمة بكل أنواع الإجرام. حضرتك بتتابع إجرامها وظلمها وده وإنها هي مغرقة في الدم والظلم لمشهد غير مسبوق في تاريخ مصر على سبيل الحصر، يعني مش هقول لك على سبيل أي حاجة. واعتز النقطة دي. اه اتفضل كمل كمل اتفضل. لا 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 قول لو هتقول حاجة. انا يعني كنت اسالك في النقطه دي، لان الحقيقه السؤال ده بيتوجه كتير مع كل مره مثلا اسمك يتحط في قائمه او حكم او اعتقال اشقائك او اللي كان حصل مع والدتك. في ناس انا كنت بشوف تعليقات، وحتى التعليقات دي بتجيلي وبتيجي لناس تانية، طب هو انتوا مش بتقولوا يعني طب خلينا نقف طالما ضغطوا بالاهل؟ طب لا انا مش هستحمل حاجه زي كده، خلاص طلعوا اهلي وانا مش هتكلم تاني. ما عداش عليك وقت فكرت بالطريقة دي خالص؟ تأكيد تأكيد، وأعتقد مش عايز أحكم على حد إن هذا التفكير مر على كثيرين، بل إني استخرت إني وسألت كمان ناس شيوخ ثقاه أثق في كلامهم، يا دكتور أسامة يا أستاذ عمر، يعني طب أنا اللي بعمله ده صح؟ طب أنا هل أنا أجرمت؟ هل أنا اللي عملت كده في أهل؟ يعني فاهم، لدرجة أني وده برضو بقول أول مرة سألت حد يعني مكانته كبيرة جدا عندي وأنا مزكى على الله أحدا، قلت له لو قلت لي الآن اكتفي وأنت عملت اللي عليك وأنت تعمل وأنك أنت ضريت، والله مش هرد لك كلمة. لم يستطع أن يقولها، لم يستطع. قال لي انت عارف انت لو حد من الاحاد لو انت يعني من ضمن كده كان ممكن افكر واقول لك الدين، لكن المشكله انك انت يعني واقف في مكان صعب جدا صعب جدا. بس مش قصدي والله الكلام ده دكتور، مش قصدي الكلام ده، قصدي بس انك انت يعني هو كده هو ربنا حطك في الحته دي، فاثبت اثبت اثبت. وكميه الالم والوضع حقيقه ملوش وصف، ما اقدرش احكيه. يمكن يجي يوم يا دكتور نقعد حضرتك تحكي اللي حصل او احكي اللي انا حصل، لكن هي لله. كل الواحد انه يسجد لله ويقول هي لله عسى ان يتقبل. لما خرج يا رب اعتبرها هجره في سبيلك، اقبلها هجره في سبيلك يا رب، يا رب بالله عليك اجعل عملنا خالص لوجهك، ما تخلو. في آية في خواتيم سورة الكهف يا دكتور، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني آية مخيفة مخيفة. فعشان كده تجديد النية ده شيء مهم جدا جدا، وضع ده شيء مهم جدا. كان بيراودني دايما أفكار طيب، هذا التحول الإجرامي مع النظام جاء في مرحلة فارقة جدا، اللي هي بعد سيطرة عباس كامل ومحمود السيسي على جهاز المخابرات العامة. قبل سيطرة، لو تتذكر بدقة يا دكتور أسامة ومستمعينا الكرام، قبل ما يسيطروا على المخابرات العامة لم يكن الإجرام بهذا الشكل، لم يصل الموضوع للأهالي. يعني ما وصلتش لهذا الإجرام، في تحول دراماتيكي حصل مع هذا الموضوع. طيب فبقيت قدام اختبار كبير جدا، هؤلاء الناس اللي انت كنت بتخاطبهم ممكن يكونوا بالملايين، اللي انت بتثبتهم وتقول وتشد على ايديهم وتطلب منهم، هؤلاء الناس استجابوا لما مثلا في الحاجات كتيرة، مثلا حملة زي حملة طم لوحدك، الناس اللي نزلت والناس اللي عملت والناس اللي دفعت تمن، هؤلاء الناس اللي انت كنت بتقف فجأة تبقى تقول لهم ايه، تلف ظهرك وتقول لهم ايه. يعني اختبار صعب جدا، والله بدعي من كل قلب ان محدش يتحط فيه. كل اللي بطلبه يعني ان الناس تدعي لهذه العائلة، يعني مش عارف اقول ايه، يعني انا والله، لكن هذا الألم وهذا الإجرام يعني مرتبط حتى، يعني عايز اقول لك ان في ناس حتى يعني هقول لك في شخصيات برضو بدون ذكر أسامي قد تعلمهم يا دكتور أسامي، بدون ما نقول ذكر أسامي، بعد ما تعرض لحد من أهلهم وشخصيات ثقيلة جدا
ارتقوا أن يأخذوا جانبا. صحيح. موجودين وملء السمع والبصر. ما تقدرش تقول إن هم غلط. ما تقدرش تقول إن هم غلط وما تقدرش تقول إن النظام وقف. أنا ما بحكمش عليهم. أنا ما بحكمش عليهم. أنا بقول لك بس مشاهد أخرى. طب يا جماعة، طب لما ده حدث هل الإجرام انتهى؟ هل أهليهم خرجت؟ كلا كلا. عشان كده بقول لك هذا الإجرام غير مسبوق، غير مسبوق. في ناس بقالها 3 سنين واربع خدوا جنب، وأنت تعلمهم جيدا، ويمكن بس وحاولوا ولا تثريب عليهم. ربنا قال لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. ما شفعلهمش شيء. وبعدين النظام عنده السيسي، المشكلة أنه مريض يا دكتور، مريض، مريض بالانتقام طبعا، مريض، مريض. يعني شوف، يعني أي سنة إنسانية غير موجودة. معادلة الحكم زائد مشكلته النفسية، مرضه النفسي الانتقام، وألمه اللي ظهر لحد الجزء الثالث أو في الاختيار، أن الألم ده قلت لك تشوف المجرم مهما كذب ومهما عمل من أشياء تبين أنه خلاص وعدى، جريمته تظل تحيط به. ده من سنن الله في الأرض. ده هو متألم من طوله، معتز إن هو تعبان من طوله، جاب واحد طويل عشان القصة دي تعبها شوية. شوف 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 ربنا بيقول إيه يا دكتور أسامة. وعايز أقول بس للناس، الواحد لما بيستشهد بالقرآن، الواحد ما يطولش قامة الشيوخ، ولا هو بيدعي أنه هو الشخص إحنا نحب الصالحين ولسنا منهم، ونتمنى ونتقرب إلى الله بحبهم، لكن ما تلاقيش في الوقت الصعب غير القرآن سلوى، هو أقوى وأفضل شيء. ربك يعني ده، يعني ده أعظم شيء ربنا ادهلنا هو هذا الكتاب. فبيقول لك إيه، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ها، إن كنتم مؤمنين. وإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. يعني تشعر إنه بيخاطب كل واحد عنده مأساة بذاته، اللي هو اللي لما بيقول إيه، هو إحنا إيه، إحنا مين 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 إحنا، ومين ومين أي حد فينا. لما بيقول لك حتى لما تصل قلوب الحناجر، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم كذبوا. يعني ما فيش أكتر، الرسل بيصل لمرحلة أنه استيأس الرسل. ربنا اللي بيقول كده، ربنا اللي بيقول كده، فأنت تيجي إيه، هو اختبار. طب أنت طالما قلت النقطة دي، الحقيقة كان في اختبار تاني صعب غير اختبار الأهل، وهو اللي حصل السنة اللي فاتت شهر 6، الحكومة التركية بطلب من النظام المصري. مش أنا اسمح لي أطعك لو سمحت لي، وأتمنى أن ما أطلعكش خالص. تفضل. لا يوجد اختبار زي الأهل، ولا يوجد زي الإخوة، ولا يوجد شيء يعودهم في الدنيا تهون بجواره كل الاختبارات. لا يوجد زي الأم، لا يوجد أن أب يدفن وأنت لا تقف تأخذ عزاه. لا 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 لا، مفيش أي اختبار يقارن، مفيش أي حاجة، مفيش أي حاجة بعد الأسرة، فاهم؟ يعني مفيش أي حاجة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إيه قال لهم؟ لا تؤذوني في فاطمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما حدش يؤذيني في فاطمة. يعني ما لا، مش زي الأهل تهون بجواره كل الاختبارات. أنا آسف لمقاطعتك. لا لا والله طبعا، أنا يعني أنا بس حبيت أخرجك يعني من ال من ال يعني النقطة دي. ربنا يبارك لك في الوالدة، ويطمنك على أخواتك، ويعني يحفظهم ويردهم سالمين. احنا بنتعامل مع نظام بلا أخلاق بلا شرف زي ما انت قلت معتز. وهو الحقيقة فكرة استهداف الأهل دي زي ما قلت هي خدت منحنى تاني بعد السيطرة على المخابرات العامة. لكن انا كنت عايز أقف عند الآية اللي انت ذكرتها في سورة آل عمران تحديدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الآيات اللي انت ذكرتها كلها، شهر 6 اللي فات معتز مطر ملء السمع والبصر، بيقدم برنامجه، ناس كثيرة جدا في العالم العربي كله، مش في مصر بس وخارج العالم العربي بتتابعه، الأمور ماشية كويس، في تأثير عالي، عامل إزعاج للنظام، في شريحة كبيرة بدأت تفهم، المؤيدين اللي عند النظام بيقلوا، الشريحة بتتآكل. بعدين فجأة اسمك
اسم مجموعة من الزملاء بيوضع على طاولة مفاوضات ما بين نظامين، بينتهي الأمر: لا يا معتز والله احنا مش عايزينك تكون موجود على الشاشة. الفترة دي انت كنت حاسس بإيه؟ حقيقة هو من قبل شهر 6، الحكاية دي بدأت من شهر مارس، ومن مارس 2021، وفي التوقيت ده برضو كان من ترتيبات القدر ان انا كنت عندي كورونا وقت ما حدثت تلك الأحداث. وحقيقة الكورونا كانت شيء صعب جدا، انا ما كنتش متخيلها كده، كنت بحذر الناس وبتكلم على كورونا، لكن فعلا انا شفت 3 أسابيع عنيفين جدا. عايز اقول لك ان في اسبوعين ما نمتش فيهم يعني 4 ساعات على بعض، اسبوعين يعني، كان درجة ان الواحد لاول مرة ما تقدرش تغادر، انك انا لم اتيمم في حياتي الا في الكورونا يعني، والوضوء على بعد خطوات مني بألم شديد جدا. حصلت الحكاية دي وانا في عز كورونا، وهذا المشهد، انا المشهد بدأ معايا من مارس، انا بتكلم عن مستواي الشخصي، المشهد قد يكون بدأ مع اخرين بعد كده، مارس. وكان اول حاجة قبل الاتصال بأي حد، لكني كنت مريض جدا وما كنتش بستقبل اتصالات وما ببصش على التليفون، من قبل الكلام، من قبل اي حوار ب 48 ساعة تم الاتصال بي، ولكني لم اجيب ولم اعرف بهذا الاتصال حقيقة، لاني كنت تعبان جدا جدا جدا. ومن اول لحظة انا اخدت قرار يا دكتور وصرحت به كل الناس اللي موجودة بدون ذكر اسامي، يا جماعة المشهد ده هيحصل فيه 1 2 3 4 5 6، وأنا هطلع على الشاشة بعد تعبي. كانت القرارات اتخذت والناس عملت، أنت عارف يا أسامة طبعا ومتابع حضرتك كل الحاجات، قلت لهم أنا هطلع على الشاشة شاء من شاء وأبى من أبى، خد بالك، شاء من شاء وأبى من أبى، هطلع بنفس طريقة لأن أنا عارف اللي هيحصل بعديها. وطلعت 3 حلقات، الحلقة الثالثة كان كل شيء، الدنيا اتقلبت طبعا، كانت الأمور اتستفت يعني انت فاهم يعني في انتزام، انا مش عارف اقول كلام والله يعني ايه هو، ولكن وكنت واضح مع الجميع حقيقة، ومتفاهم تماما اللي بيحصل ومتفاهم الوضع. انا في تركيا كان 7 سنين يعني، تركيا بقت بلد يعني انت لها فيك الكثير انت فاهم اودك، انا تركيا 7 سنين دول مش لينا احنا بس يا دكتور أسامة، كانت لملايين، زي الحبشة يعني، ملايين جم من كل الاقطار، مش بس احنا وسوريين ويمنيين وعراقيين وتوانسة ومغاربة، اعداد كبيرة جدا جدا جدا. فانا متفاهم الوضع ورفضت، وكنت واخد قراري وانا طالع الحلقات يعني، انا عارف ايه اللي هيحصل بعديها، وقلت بمنتهى الوضوح رايي انا هعمل ايه. فاول ما حصل بقى لقاء مباشر بعد ال3 حلقات دي، قلت لهم انا هوقف هذا البرنامج، ساوقف هذا البرنامج. حقيقة الناس قالوا احنا لم نطلب منك توقف البرنامج، قلت لهم اللي انتم بتطلبوه الايقاف اكرم منه، لا يمكن اقبل ده مع كل الاحترام، ولا يمكن افرض عليك كمان ان انا اشتغل، كفايه قدر خير. وانا كنت صادق واكررها حقيقه، قدر خير انكم استحملتونا 7 سنوات حقيقه، انت مش مطالب اي حد انه يحارب قضيتك يا دكتور اسامه اطلاقا، دي قضيتك، اذا كان في حد سندك وعمل فلي كل الشكر وليه كل التقدير، وبقولها من كل قلبي والله، من كل قلبي جزاكم الله كل خير، لكن سأوقف هذا البرنامج وهعمل برنامج على اليوتيوب فورا. كنت مبلغ إدارة الشر أصلا من ده السيناريو كله اللي حصل لدكتور أسامة وعليه شهود يعني، لهم وأنت تعرف يعني أكتر من أي حد، قلت لهم الموضوع هيحصل كذا كذا كذا، فالصح إنك لازم نقف، ده كان قراري مع احترامي بقى أي حد كمل، جزاء ترخيرهم حقيقة، التحية للجميع، دي فرصة إن احنا نشكر الجميع اللي بيشتغلوا في تلك الظروف حقيقة، لكن انا ما اقدرش اعمل كده يعني، انا اسف انا ما اقدرش اعمل كده. تمام طيب اليوتيوب طب انت هتلتزم بالبتاع اكمل لك دي التزم لا 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 لن التزم، شوف بمنتهى الوضوح لن التزم، انا لن التزم بشيء،
انا نزلت على اليوتيوب، انا اقول مش دي قناتكم، عايز بقى اعمل فيها اللي انت عايزه، انما انا اللي نقلت كذا بالفعل وكملت على اليوتيوب، واعتقد ان الحلقات برضه كان بيشوفها الملايين يعني. كملت على اليوتيوب بنفس الطريقه وبنفس الحكايه، ضغوطات وقصص قد ياتي يوم لردها من الجميع، من الجميع يعني حقيقة من الجميع، انك يعني انت ليه تعمل يعني خلاص، ما لا ما فيش خلاص، لا مش حابب تحكي حاجه منها دلوقتي. ما دكتور انت بتسال سؤال وعارف انه ما يتحكيش والله لو دخلت جواك عارف انه ما يتحكيش ما انا وظيفتي اسال طبعا، اعمل لك ايه؟ آه طبعا. انا لازم اسال طبعا ولازم وافعل كيفما شئت، انا تحت امرك في اي حاجه والله، بس انا فاهم ان حضرتك مقدر، وبزعم ان كمان اللي بيستمعوا لينا مقدرين وفاهمين. لا طيب. لا لن يتم هذا، ولحد ما جت اللحظه بتاع ده كان انا لما اتقال لي كده ضحكت، وقف كل حاجه خلاص، وقف كل حاجه، كل حاجه كل حاجه ضحكت. ده قالوا طب ايه سبب الضحك؟ قلت لهم عشان ده الطلب السهل انت نفذت الصعب قبل كده؟ قلت لهم لا والله. قال لك طب ليه؟ قلت له عشان انت كنت بتطالب ان انا اغير مبدا، يعني ما اقدرش اطلع كده، بس انت منعتني عن الظهور، خلاص ده قرارك وانا احترم، ساخذ عصايا وارحل. وانا قلت كده ورحلت. دي مرحله تانية هجيلها طبعا، وانا يعني كنت شاهد على جزء منها اول ما انت خرجت، وموضوع الصوره الحقيقه محتاج اتكلم معاك فيه لانه عمل مشاكل كبيره قوي ولسه مستمر. الصوره اللي صورناها مع بعض اول ما وصلت لازالت مستمره، لكن خليني ناخد بعض المشاركات يا دكتور عبد الله. في طبعا رسائل كتير هقرا بعض منها، لكن عبد الله لو تفتح المايك بتاعك وتقول سؤالك باختصار. اتفضل. يلا دكتور اسامه. دكتور اسامه انت في كلاب هاوس سبتنا وجيت هنا، يعني احنا بنجري وراك كده يعني. انا بقيت موجود هنا مش في كلاب هاوس خلاص، يا رب يكون فاكرني بس على كلاب هاوس. استاذ معتز كيف حالك؟ ربنا يبارك فيك. تحياتي يا دكتور. تحياتي يا دكتور عبد الله. يا رب عام وحضرتك بخير وكل من تحب بألف صحة وخير. انا صديق معاذ اخوك، صديقه جدا، بس يا ريت بالله عليك انا طالع يعني اهم حاجه عندي تسلمني عليك كتير 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 كتير، وعايز اقول لك حاجه بس والناس تسمعها، يعني ان معاذ اخوك انا اعرفه قبل ما اعرف ان هو اخوك اصلا، يعني انا اعرفه من 2010 كان معاه العربيه الكاليو بالاماره، وكان يعني هو اخ ملتحي وملتزم وما شاء الله على خلق عالي جدا، انا حبيته في الله وما زلت بحبه في الله. وبعد طبعا الله. بعد ما انت يعني ظهرت في الصوره عرفت بعد كده، كان بيقول لي ما تتصلش عليا خالص على التليفون، لان المخابرات اتصلت بناس وقبضت على ناس بتتصل عليا. انا كنت الصراحه يعني عبد الله يعني. لو في سؤال لمعتز استاذنك. طيب اتفضل. ماشي. انا بس اول حاجه عايز اقول استاذ معز يسلم لي على استاذ معتز يسلم لي على معز كتير كتير. بس اسلم لك عليه ازاي يا دكتور عبد الله؟ مش عارف بقى، انت بقى حاول توصل له الله يكرمك. انا لو انا لو ليا وصيه، ادعي المعاذ اللي يعني خد براءه 3 مرات، قضيه 640 هو وكل الناس خرجت الا معاذ وانس البلتاج، ربنا يفك اسرهم هم واللي زيهم. امين. ومعاذ ده غلبان في السياسه ولا في اي حاجه، بس هو اطلاقا اطلاقا شاهد على ده، وهو كان يعني عشان بس اخوك يعني. اذكرك بس بحاجه بقول الله تعالى يعني في سوره يوسف لما قال لهم خدوا اخونا الثاني، يعني خلاص قال ايه؟ قال معاذ الله ان اخذ، يعني احنا يعني ان اذا لمن الظالمين، يعني احنا لو خدنا واحد مكانه احنا هناخد بس اللي سرق، لو خدنا حد تاني مكانه، مع ان هم اللي قالوا له خد حد مكانه، قالوا ان اذا لمن الظالمين. طيب كل عايز اقول لك استاذ معاذ، حسب الناس وايده ويقولوا امنا وهم لا يفتنون، وده ابتلاء ليك، وربنا سبحانه وتعالى بيرى لك ماذا ستفعل في هذا المكان. شكرا دكتور، شكرا جزيلا. اعتذر لك معلش، يعني نخلي الرسائل والاسئله لا تنسانا من صالح دعائك، وبشكرك على كلماتك وربنا يحفظك، وبدعو كل الناس بالله عليكم معاذ والكل عندنا والله العظيم خيرت من أنجبت مصر في تلك السجون المظلمة، اللي قضى 7 رمضانات واللي قضى 9 واللي عدى عليه 14 عيد و16 عيد، لا تنسوهم من صالح دعائكم، لا تنسوهم من صالح دعائكم. طيب علي تفضل لو تفتح المايك سريعا. مساء
السلام عليكم. عليكم السلام. انا طبعا في الاول لازم اشكر الدكتور اسامه ان هو اتاحنا الفرصه ان احنا نتكلم مع الاستاذ معتز. طبعا حبيبي واخويا وصاحبي وبنفتخر بيك كلنا والله العظيم يا معتز هنا في مصر ان انت يعني مننا وكده. وعايز اقول لك بس ان انت لازم ربنا يوفقك وتثبت على اللي انت عليه ده، واحنا كلنا بندعي لك وكلنا واقفين وراك، وربنا يرجعك البلد بالسلامة ان شاء الله. ربنا يحفظك علي. ربنا يحفظك ويعز قدرك وينفعنا بصالح دعائك. شكرا يا علي. حمزة اتفضل يا حمزة. طيب احمد اتفضل. احمد سريعا يا شباب. احمد افتح المايك لو سمحت. طيب خير. عمر تفضل يا عمر. عمر موجود؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام تفضل يا عمر. رمضان كريم عليك وعلى الاستاذ معتز. كنت ممكن اساله عن هل لو كان الدكتور الشيخ حازم اسماعيل له تواجد في حكومه الدكتور مرسي كان هيفرق في مسار الانقلاب؟ طيب شكرا جزيلا يا عمر. تفضل يا معتز. مش عارف والله، يعني حقيقه مش عارف. ربنا يفك اسر الشيخ حازم ابو اسماعيل، وحقيقه هذا الاسد ربنا يبارك له ويثبته. مش عارف. انت ايه رايك يا دكتور اسامه؟ بص انا شايف بصراحه ان احنا يعني احنا على بعد 8 او 9 سنين من اللي حصل، فالافتراضات مين لو كان موجود ومين ما كانش موجود يعني بالعاميه ما بقتش تاكل عيش خلاص. ربنا يفك اسر الجميع وينتقم من الظلمه اللي بيشوهوا كل الناس دول دلوقتي. انا بتابع الاختيار وشفت مطلعين الشيخ حازم عامل ازاي، شفت مطلعين خيرت الشاطر والبلتاجي عامل ازاي. مجموعه من المجرمين يعني لا شرف ليهم ولا اخلاق ولا اي حاجه، بيتكلموا على ناس لا ليهم حق رد ولا ليهم مساحه حتى يبرئوا نفسهم او يدافعوا عن نفسهم. وبالتالي فكره الدخول في الفرضيات دلوقتي شايف انها مش صح يعني، والله اعلم. ربنا يحفظك. طيب حنان اتفضلي. حنان افتح المايك. حنان معانا. طيب هنرجع للمتصلين تاني، لكن معتز خليني اقرا لك بعض الرسائل قبل ما اكمل الاسئله. معتز مطر الغالي كل سنه وانت طيب وبخير، رمضان كريم. في رساله تانيه، هل من الممكن ان يتم تعويم الجنيه مره اخرى خلال هذا العام؟ ارجو الافاده وشكرا. ايه رايك؟ طبعا هيحدث وبالفعل يحدث دلوقتي من غير اعلان. يعني الحكايه بدات ب 16 واحنا النهارده 18 كنا لسه من حلقتين بتكلم على تقارير الاقتصاديه، اعلى مؤسسه اقتصاديه في العالم بتتحدث على ان مصر في طريقها خلال الست شهور المقبله لانها تقترض 73 مليار دولار. 73 مليار دولار حقيقه، وقرض صندوق النقد الدولي لوحده ال 12 مليار اللي بتنتظرهم مصر احر من الجمر. والصندوق الشروط لازم تفهم ان هذا القرض الاخير وليس اخر، ليه شروط صعبه جدا 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 حقيقه. لازم ندعي للناس في مصر، يعني المشهد الجنيه مش بقيمته الحقيقيه. فللاسف للاسف الوضع رايح للسوق، وده مش تشاؤم ابدا، لم نكن ابدا متشائمين، احنا متفائلين بالخير دائما، لكن كل شيء له مقدمات. وانت خلاص دخلت الدايره. دايره يعني ايه؟ يعني انت كل الفلوس اللي بتعملها انت بتستلفها جايه تستلفها عشان تسدد فوائد القروض الدائرة، لأنك بقيت أنت في نهاية هذا العام هتصبح المقترض الأول للديون السيادية وليس الديون العادية في العالم. رقم واحد، الرقم هيصل ل 391 مليار دولار، وده مش كلامي، أرجوكم الفيديو موجود والمصادر موجودة، وده مش كلامي إطلاقا ولا تحليلي ولا أي حاجة. ده العالم كله بيتحدث عن المشهد الاقتصادي في مصر. اختفى كل الكلام اللي كان بيتقال والاكاذيب، واصل احنا واصل وبتاع، واصل ربنا كرمنا في كورونا، واصل خلاص هذا المشهد. بعدين المشهد ده ليه سوابق،
ليه سوابق برازيلية وليه سوابق أرجنتينية وليه سوابق يونانية المشهد معروف. أصل أنت هتعمل منين؟ منين؟ هتروح فين الشمس من على قفا المقترض؟ المقترض بهذا الشكل الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ مصر من 7000 سنة، من 7000 سنة. فربنا يستر، ربنا يستر على. طيب، في سؤال جاي لك بشكل شخصي في مرحلة ما قبل الانقلاب، والحقيقة هو في 4 أو 5 أشخاص بعتوا نفس السؤال. يا ريت تسأل الأستاذ معتز مطر ليه قال في فترة إن السيسي أنقذ مصر وكان ضد الرئيس الراحل محمد مرسي. السيسي أنقذ مصر؟ أنا بقرأ لك نص الرسالة والله. أنا كلمت مع ده قبل كده عشرات المرات، بس برضو إكراما ليك هقول. شكرا. أنا لو عادت الأيام تاني، أنا مفيش مشهد أو موقف أنا عملته هيتغير في ظل المعطيات اللي كانت موجودة في حينها. الحكاية إحنا عندنا بلدنا والحق أهم من أي حاجة. لا نتبع جماعة ولا نتبع طائفة ولا نتبع أي حاجة. وده لا يعني إن هؤلاء، إن تلك الجماعات. أنا عايز أقول إن الشيخ حازم أبو إسماعيل ربنا يفك أسره، ربنا يفك أسره، يعني دعاني شخصيا وبإلحاح ربنا يحفظه إنه للانضمام ليه. وأنا رفضت، مش عشان أنا مش مقتنع بالشيخ حازم، أنا مقتنع إن أنا منضم، أنا مش في أي حاجة، أنا صوت حر لا ينضم تحت أي راية مهما كانت الراية معمولة. في التوقيت ده أنا كنت شايف في مشهدين دايما بيستشهدوا بيهم يا دكتور أسامة. أيوه. تصريح صرحته داخل نقابة، كان نقابة الفنانين باين أو كده، وقت ما كان القرار ده كنت شايفه قرار خاطئ جدا، إنه تعين حد أنا مش فاكر اسمه، دكتور مرسي الله يرحمه، عينه. كنت شايف كان إن ده وزير الثقافة صح؟ كان وزير الثقافة تقريبا. أيوه. وانا قلت ساعتها، وانا والكلام ده انا قلته لكل الناس على اعلى مستوى من المسؤولين في البلد بمنتهى الوضوح، يا جماعه احنا بنغرق، احنا كلنا هندفع الثمن يا جماعه، ده غلط. انا كنت عايز، احنا كلنا بنغرق. الحكايه لا هي جماعه اخوان ولا هي جيش ولا هي مصر، لا، هي حكايه ان المشهد كان يعني مؤلم جدا، فقلت ده بمنتهى الوضوح. الفيديو بقى اللي هو بيقول فيه ان انا قلت ان السيسي انقذ مصر، انا لم اذكر ان السيسي انقذ مصر اطلاقا، اتحدى، حلقه موجوده، وقلت ان الحلقه دي بكرر ده المره الالف، هي افضل شيء عملته ربنا كرمني بيه من في كل اللي انا عملته في كل المشاهد. تخيل بقى هذه الحلقه كانت بالاتفاق مع ناس نحسبهم على خير في اعلى مستوى في مصر في تلك اللحظات الحاسمه، لان كان انا محتاج اخرج من مصر، وانا كنت محطوط على القائمه الثانيه. انت بفضل الله انا ما خرجتش من مصر، وانا يعني انا خرجت من مصر وانا بعمل برنامج. يعني 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 احنا كنا اللي في الثوره كانوا مين؟ التوك شو اللي مع الثوره مين؟ كان يسري فودة، استاذ يسري فودة، استاذ ريم ماجد، وشخص المتواضع، دول الثلاث. صلحني لو كنت ناسي حد يا دكتور اسامه ساعتها في هذا التوقيت. كنت عندي مشكله بقى اكتر من دول، ان انا كمان اشتغلت في قناه مصر 25. طبعا، فخلاص خدت الختم. قوائم القبض كانت محطوطه ومعروفه، في ناس مخلصين حقيقه نحسبهم على خير، وقلت هياتي وقت ونحكي هذا الموضوع، وعملت هذه الحلقه بالاتفاق ومحسوبه بالكلمه، لم اقل فيها كلمه خاطئه. قلت ان السيسي نصح دكتور مرسي، هذا حدث. السيسي وجه خطاب دعا القوى الوطنيه لاجتماع مع القوات المسلحه في وجود دكتور مرسي، مشهد انقلابي، مش بامتياز، بامتياز بشرطه. بامتياز بشرطه، هو الراجل بيقول له انا بعمل انقلاب. لكن الايام اثبتت ايه بقى يا دكتور اسامه؟ هو الحديث في الماضي، انه الدكتور مرسي قرر، قال لك الشرعيه تمنع حياتي، وصدق. هو عارف، هو بدل ما يعمل ايه، ما هي كانت هو خيارين، ده تحليلي النهارده او تحليلي بعد فترات، يعني اللي هو خيارين، لإلا تدخل المواجهة وكانت البلد ستتحول لبحر دماء حقيقي. زي ما قلت دايما بقول إن اللي أنقذ مصر بفضل الله إلى تلك اللحظة رغم كل هذا الإجرام هو الشعب اللي ما رفعش السلاح. وتلك الجماعة المسالمة. يعني حلوة المسالمة دي يا دكتور أسامة؟ المسالمة.
اللي هي خدت المنحة ده، والحمد لله ان هذا حدث وانقذ البلاد، وان ده التهمة للدفع. جميل. عملت طيب. هذه الحلقة وقلت كل كلمة فيها، قلت كل كلمة صدق. انا دايما بقول يا دكتور انا لا اقول بفضل الله الا الحقيقة، لكني لا اقول كل الحقيقة. فهمني ازاي؟ فهمني حضرتك الجملة واضحة ازاي؟ كل الحقيقة. فلم اذكر حلقة موجودة على اليوتيوب، لم اذكر الا الحقيقة اللي هو ده، واصرت بالاتفاق ساعتها اني لا حدش يكلمني عن اي حاجة متعلقة بالمذابح، فاهم؟ ولا اي حاجة، لان كانت سويعات قبل الخروج. انا في شخصية مهمة جدا 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 جدا، قال لك انا هديك 48 ساعة استطيع اتحرك فيها، ده قدرتي، غير كده انت الوقت بالنسبة لك مظلم. طب نعمل ايه؟ يعني عشان اكون انا فهمت صح، يعني الحلقة دي كانت جزء من خطة خداع استراتيجي، خطة الخروج. ان انت كنت خارج من مصر وكان لازم تقول الكلام ده عشان تطلع. ما انت عشان تقف في الزاوية التانية يا دكتور أسامة، انت بتتكلم على شخص متواضع جدا والذي لا يعني اي شيء، لكن هذا الشخص مرتبط صوته بالثورة من اول لحظة، بل من قبل بداية الثورة، وهو الذي تبنى قضية خالد سعيد، ربنا حطه في هذه الحكاية، ولم يحيد، واوقفوا المجلس العسكري على الهواء مباشرة في حكاية معروفة للجميع. لدرجة انه صلاح عزازي الله يرحمه، كان محافظ الشرقية. أيوة. انا صلح لي اسامه، معلش. أيوة. انا اسف، الذاكره بتروح. كان اسمه صلاح عزازي. لا ما شاء الله عليك. كان عزازي محافظ الشرقي. استقال هو قبل يوليو 2013. كان في افطار عند شخصيه مهمه يعني، فخدني على جنب، قال انا عايز احكي لك، انا كنت في اجتماع المجلس العسكري واحنا حاولنا نتدخل بعد الايقاف وبتاع، واول ما جاء اسمك يشهد الله ان هذا ما حد، اول ما جاء اسمك قال سيبه، ده احنا هنربيه من صلاح عزازي، المشكله انك تحكي حكايه. المهم فانا فاهم، فانت في وضعيه، انت عشان تخرج من مصر. انا الضابط عايز احكي لك مشهد تاريخي، وانا طالع من المطار، فدخلت المطار، كان طياره الساعه 12، دخلت المطار لقيته كأن الناس اتسحبت منه. تعرف في فيلم اجنبي شهير جدا بتاع ويل سميث اللي هو صحي لقى الناس كلها مش موجوده في البلد، فاهم؟ المطار، انا داخل المطار، باب المطار، شايف ضابط الجوازات، يخرب بيت كده، هو الناس راحت فين؟ مفيش بني ادم. المهم كنت واخد، ورغم انه نصحت ان انا ما اخدش كل الهدوم عشان ما الفتش النظر وكده وبتاع، فاخدت شنطه 30 كيلو. فلما جيت اوزن فقالت لي لا ما ينفعش. قلت لها حضرتك انا ليا 30 كيلو، قالت لي بس الشنطه دي قانون الطيران بيسمحش الا ب 25 ولا حاجه كده، لازم تفضي جزء منها. فانا واقف، هو بيشوف المشهد ده كله. فدخلت عليه، قال لي سمعتز خير، انت رايح فين؟ قلت له رايح طالعين تركيا بنعمل برنامج عشان نوري المجرمين دول ايه اللي حصل. ربنا ينصر مصر. قال لي ربنا يحفظكم. والله يا دكتور زي ما بحكي لك كده، وقام خاتم، وقلت له تحيا مصر، وخدته بالحضن وخدك بالحضن. المؤمن كيس فطن. المؤمن كيس فطن. وانت وانا لما سلم له رقبتي بدون تمن، يعني ده تحسب عليا مش ليا. ان الله يحب المؤمن القوي مش المؤمن الضعيف، اللي يعرف. قال له يا رسول الله في الوقت، قال له أمنزل أنزلك الله أم هي الحرب والخديعة؟ قال له الحرب والخديعة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستنكف، قال له الحرب والخديعة. قال له يبقى نقف هنا نمنع عنهم المية عشان ما يشربوش. أعتقد أنها في غزوة الخندق إذا تذكرها، ما خانتنيش، كانت في بدر، كان الحباب بن المنذر في غزوة بدر. ربنا يبارك لك ويحفظ قدرك. قال له هي الحرب والخديعة، اللي يبقى نقف هنا عشان يبقى البير عندنا، والموقف المكان اللي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، قال له نقف هنا، إذن هي الحرب والخديعة. تمام. والله غالب على أمري. وضحت. طيب خلينا نرجع للمتصلين تاني. أنا طبعا في سؤال هو أكتر سؤال مكتوب، وأنا مش هسألك عليه غير في الآخر خالص، لأن كل الناس عايزة تعرفه. فيعني كل اللي بعتوا نفس الرسالة، أنتوا أكيد قادرين تقروا الرسائل يعني تحت، فأنا هخلي السؤال ده في النهاية نختم بيه مع معتز، لأنه هو أكتر سؤال الناس عايزة تعرف إجابته. لكن خلينا ناخد أحمد فؤاد. أحمد ممكن تفتح المايك بعد إذنك، تفضل. أحمد موجود؟ طيب إبراهيم، تفضل إبراهيم، افتح المايك بعد إذنك.
يا ريت الشباب في الكولرز بس يكونوا أسرع من كده. طيب نوح، يا ريت أكون قريت الاسم صح، نوح مش كده؟ افتح المايك يا نوح. طيب خير. حمزة تفضلي. يا حمزة السلام عليكم، سامعني كده يا دكتور؟ سامعك كويس، اتفضل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك معتز؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا جدا يا حمزه اشرف، معاك اخبارك ايه؟ يا اهلا يا اهلا يا استاذ حمزه، يا اهلا بيك، كل عام وحضرتك بالف خير. انت الصحه والسلامه، والله تركيا ظلمت بعدك يا استاذ معتز والله. ربنا منوره بوجودكم يا استاذ حمزه، منوره بوجودكم. ربنا يكرمك. ربنا هو الصراحه ربنا يعزكم ويعز قدركم ويعز تركيا، ابدا ما يكسرهاش رايه. اللهم امين يا رب. انا كان عندي استفسار كده، هي حاجه يعني معنويه لينا احنا استاذ معتز، واكيد انت جات عليك فتره برضه وصلت لهذه المرحله. احنا دلوقتي يعني حضرتك شايف كل الطرق وبيحاولوا بكل الطرق اللي هم يسكتونا ويخلونا نتكلم ونقول كلام مش على هوانا والقصص دي كلها، فازاي كنت بتصبر نفسك في وقت زي دوت؟ او اللي هو يعني ازاي تخلي نفسك على طول دايما فيك الطاقه ان انت تكمل في حاجه زي كده، وانت ملاحظ من كل الناحيه بقى، من كل الجوانب، ضغوط سياسيه وضغوط من كل حته ومسلسل الاختيار ومش عارف وكل القصص دي كلها. فبس فكنت عايز اعرف منك، واكيد هيكون عندك يعني اجابه كويسه في حاجه زي دي، لان اكتر اعتقد يعني انت والاستاذ محمد ناصر والناس اللي اتمنعت دي من اكتر الناس اللي كان عندهم حاجه زي كده. فبس فلو تقول لنا. شكرا يا حمزه. حلف. تمام، ربنا يحفظك يا استاذ حمزه، تحياتي ليك وكل العيله الكريمه، ربنا يحفظكم. والله ما اقول لك ما فيش افضل من الدعاء، الواحد بيدعي دايما ان ربنا اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، ويثبت اقدامنا ويثبتنا على الحق، وبيدعي ان يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على الحق وعلى دينك. يعني هي من ربنا مش من اي حاجه تانية، سبحان الله. والله الواحد لما بينظر للخلف او الامام ما بيعرفش ازاي ده حاصل، والله العظيم، لكنها كلها فضل ربك، فضل ربك هو اللي بيثبت وهو اللي بيعين. ربنا ربنا والله، وكفى بالله حسيبا ووكيلا يا استاذ حمزه. طيب يعني طالما اتكلمنا على المرحله دي معتز، فمتهيالي برضو تمام، احنا قابلنا بعض وخدنا الصوره واتشتمنا وتمام، عملوا الحفله اللي هم عايزينها، لكن متهيالي الناس يعني مهم تعرف الجزء اللي انت حابب طبعا تحكيه. فضل. قصه الخروج، وبعدين انك تقرر انك هتخوض تجربه ان برنامجك هيكون على يوتيوب بعد ما كان على الشاشه وعلى اليوتيوب، تحدي كبير جدا زي ما انت قلت لي وزي ما انا عارف. انت بتقول دايما انا دلوقتي واقف بطولي في الساحه، يعني لا في قناه ولا في مش عارف كذا، متحمل اكيد تحديات كتيره جدا، مش موجود في المكان اللي بقالك 7 سنين موجود فيه، اكيد اصلا في حاجات كتيرة ليها علاقة بالاستقرار، ليها علاقة بالحياة الجديدة، ليها علاقة بالتنقلات. كلكم حواليا بفضل الله دكتور أسامة، يعني بريطانيا العظمى مليئة بكل الناس الممتازة والمحترمة، ربنا يحفظكم ويعينكم يعني، وبشكرك وبشكر كثيرين كثيرين زي حضرتك. أقول لك إيه، ربنا يحفظكم. ربنا خليك معتز. لكن بجد لو تحكي للناس يعني بعد ما خرجت وقرار إنك هتطلع يوتيوب، إيه التحديات اللي أنت عايشها الفترة اللي فاتت؟ كل حاجة. كل ساعة هي تحدي. زي ايه؟ كل يوم هو تحدي. البث المباشر، الحكاية مش حكاية سهلة، وانك تطلع بنفس الناس بتشوف الصورة اللي انت بتطلع بيها واللي هم تعودوا ومستوى فني معين يطلبوا منك، ده كمان تحدي، وتحدي مكلف، مش تحدي سهل. انك انت الناس اللي الفريق اللي بقى معاك مش موجود، والناس اللي انت اشتغلت معهم سنوات سواء طاقم فني او طاقم تحريري، قصه مش سهله. بلد جديد بعد ما استقريت، هو ليه ربنا قال لك الهجره بتبقى صعبه جدا؟ ها، وما يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، يعني مش حكايه سهله اطلاقا، في تحديات كتيرة وكبيرة جدا جدا. أي نعم، بفضل الله يعني البث على الفيسبوك الصفحة فوق 11 مليون، واليوتيوب تقترب من 4 مليون،
بتحقق حاجات كتيرة، لكنك برضو تبقى فردا وحيدا، مش معاك قناة ومش معاك ناس، مش معاك حاجة، مش معاك غير ربنا. وفعلا ما تقوليش ازاي دي الايام عدت وازاي انا بطلع على الهوا وازاي الدنيا بتمشي، هو بربنا، بربنا وبكرمه وبفضله. وانك بس الحكايه كلها ايه، فاكر انت في قصه طالوت وجالوت اللي هو يعني كل الحكايه بس اثبت يعني اثبت، هو يعني ربنا مش طالب غير الثبات، وهو اللي هيعينك بس تكون ثابت من قلبك. فربنا زي دايما كرم الواحد بكميه حاجات وكميه تسهيلات الهيه، والله يعني فوق ما نستحق، فوق ما نستحق. انما مشكله الحكايه دي برضو، والحكايه دي يا دكتور اسامه، انها مرتبطه ومعقده في توقيت صعب جدا. زي مثلا انا بحكي لك حكايه الخروج، انا حكيت لك 30% منها، خد بالك مني انا طبعا. ليه؟ لانها مرتبطه اكتر من كده، مرتبطه بحاجات صعبه جدا والناس صعبه جدا مع عصابه مجرمه جدا، انت مش عارف تحكي كل حاجه. وزي ما قلت لك لازم تكون يعني فطن، يعني قصه مش سهله، فمش عارف احكي فيها ايه والله يا دكتور. ساعدني، عايش فتحه صدر ومش عارف ايه وبتاع. لا يعني هي انا بس والله، لان انا من وقت ما اعلننا وانا بتجي لي رسائل كثيره جدا، اسال استاذ معتز على قصه اليوتيوب، ايه فرقها عن الشاشه؟ هو شايف، وطبعا السؤال بقى خليني اساله لك دلوقتي بصراحه، هيرجع للشاشه امتى؟ القناه اللي قال ان هو هيطلع فيها امتى؟ هيحصل الكلام ده امتى؟ ما دي الحكايه، انا حكيت للناس قلت لهم كل حاجه. دلوقتي احنا ما عندناش خيار، اللي احنا شغالين عليه غير اننا نعمل قناه باكتتاب شعبي 100%، 100%، ما فيش خيار غير كده. يعني لسه كنت مع استاذ عمر عبد العزيز في من اسبوع كده ولا حاجه، بوجه له كل التحيه. استاذ عمر اللي ما يعرفوش هو معارض سعودي شهير ومقيم في كندا، صحيح. فقلت له يعني حكايه انك انت دلوقتي خلاص انت معكش غير ربنا، كلنا يعني مش بس انا. اطمن انت مش لوحدك يا معتز. طب بالظبط، يعني اللي انت بتقوله للناس، فاكيد ربنا باذن الله الواحد بيزعم ان هو كان بيقوله بصدق، فربنا بيطمئنه ودايما يرسل الرسائل. فالحكايه دلوقتي ان احنا بنعمل قناه باكتتاب شعبي. الحكايه دي مش بس الماديه، والماديه ده موضوع مش 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 بسيط، لكن مش بس الماديه، تفاصيل وتعقيدات اخرى. اتمنى الناس تفهم الجمله بصراحه، لان مش هعرف يعني اخوض فيها، مرتبطه بتعقيدات فنيه وبالمشهد الدولي والعالمي. ها، بالمشهد الدولي والعالمي كبيره جدا، كبيره جدا. طب يعني فين الشاشه مثلا اللي هي بتتكلم النهارده بحريه والواحد ممتنع عنها؟ يعني مش عارف اقول ايه والله. يعني فين الحكايه اللي احنا بنعيش سنه او السنتين المقبلين دول، سنتين مخاط صعب جدا يا دكتور اسامه. ومن كتر ما هو صعب، هو باذن الله ادان بظهور او انبلاج الفجر، لان ربنا الفجر بياتي بعد اسود نقطه في الليل. فحكايه انك الحكايه مش بس انك تتوفر انك معاك قناه، حكايه مرتبطه بتردد، محتاج شركه تمتلك، وقصه قصه عميقه جدا جدا، واحنا شغالين عليها وانتهى القوه. انا ما بحبش اتكلم، انت عارف دايما بحب اعمل ايه، اللي هو ما اشركش الناس في هم فوق هموم. خلاص احنا ان شاء الله فجاه كده باذن الله، باذن الله يلاقونا موجودين شغالين عليه ده وبقوه، وبطلب منهم الدعاء ده اكتر حاجه. ان شاء الله يتم ده قريب يا معتز، وتحقق ان شاء الله. ان شاء الله نفسك فيه. ان شاء الله يا دكتور، ان شاء الله. بعدين انت بتكلم واحد، اللي بيسالني كمان واحد ما شاء الله ما شاء الله، يعني كمان خد اختبارات كبيره جدا جدا جدا، وطلع خروج وكان سباق في الوصول للندن، يعني قصه كمان عميقه جدا، يمكن ياتي يوم وتحكيها انت برضو للناس. يعني الحكايه انت تستضيفني بقى ان شاء الله واطلع احكيها معك. مش سهله، ربنا يحفظك ويعزك. تسلم يا معتز. خلينا نروح للمتصلين تاني. احمد، وتفتح المايك بعد اذنك. الو احمد، اتفضل. ايوه الو، ايوه احمد اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بوجه التحيه دكتور عمر، سوري دكتور اسامه، وتحية كبيرة جدا لصوت الحق ورمز النضال،
انا يعني مش عارف اقول فيه ايه يعني، بس بدعي له دايما وبقول له ربنا يثبتك على الحق ويجعلك صوت للمصدومين ويوفق خطاك ويسدد رميك. ربنا يحفظك وينفعنا بصالح دعائك ولكم مثل ما قلتم يا استاذ احمد. شكرا جزيلا يا استاذ احمد. الله يكرمك يا استاذ معتز. اشكرك. لك عايز يتكلم كان يا استاذ احمد لسه موجود؟ يعني الراجل يمكن هيقول سؤال، انا مش عارف احمد موجود ولا لا. طيب يا ريت اضغط زر الاتصال تاني. انا عايز اقول لك انه على ذكر دعاء الناس، اتفضل. الناس لا يعني الناس ما تفهم ما تتخيلش هذا الدعاء قد ايه يعني مهم جدا جدا، وانه بي بي بيعمل للناس، بيفرق مع الناس حاجات كتير. يمكن ربنا بيخرجك من حاجات بدعوه حد قام يصلي ركعه في جوف الليل ما يعرفكش، بينك وبينه الاف الاميال يمكن ما تعرفوش. انا والدي الله يرحمه لما توفى، كميه الناس اللي عملت له عمره يا دكتور اسامه، والله الواحد ما بقاش مصدق، يعني مش مصدق يعني كيف جاء هؤلاء، ازاي ربنا سخر كل هؤلاء انه يعني طبطب بيهم على قلبك وربنا يجعلها في ميزان حسناته، ان الناس دي تعمل عمره عدد لا اتخيله في عز الازمه. لما تلاقي حد من المسجد الاقصى رافع لك وبيدعي لك من المسجد الاقصى عشرات، يعني تشعر ان ربنا طول الوقت بيقول لك اثبت 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 وكمل اثبت وكمل. فالدعاء الناس ده شيء 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 كبير جدا، اكبر نعمه من ربنا فوق ما نستحق والله يا دكتور. بمناسبه الدعاء، دعاء عبد الحميد بعته بتقول لك كل سنه وانت طيب يا استاذ معتز، ربنا يوفقك ويسدد خطاك، والدتي بتحبك جدا وبتدعي لك دايما، ربنا يعزك وينصرك، رمضان كريم عليك. ربنا يحفظها ويبارك في والدتها وليها تقبل راسها، وربنا يحفظ لكل واحد امه وابوه، ما يحرم حد منهم ابدا. امين. ربنا يحفظك. طيب. والله يا دكتور عايز اقول لك في مشهد أتفضل. في مره في الطم انت مش لوحدك، انت عارف في الطم انت مش لوحدك، حصلت القبض، يعني كان معاذ بس اللي مقبوض عليه، فقبضوا على اتنين اخواتي وكان بزوجتهم وعيالهم والله، ومن العيله على كل المستويات اكتر من 12 رجل من العيله، ما كلهم طلعوا دول بعديها بثلاث اربع شهور، ما بفضلش الا اخواتي يعني. فكان المشهد يعني كان ضاغط جدا جدا جدا، وفي يوم نازل ومش فاكر المغرب او الفجر، وفي باركينج وبفتح السيارة وأنا مهموم، جات لي مكالمة أليمة جدا جدا جدا، وواقف مش عارف، فتحت الباب ثلاث مرات وما دخلتش عربية من كتر ما دماغي الواحد مشغول، وفجأة طفل والله اللي بحكيه لك ده أنا صادق فيه وكأنه مشهد سينمائي، معدي طفل ست سبع سنوات ما يزيدش عن كده، وانبصلي وهو بيضحك وقال لي اطمن أنت مش لوحدك، قسما بالله قسما بالله، يعني انا مش عايز اقول لك الولد ده يعني عمل فيا ايه، والله لا اعرفه ولا شفته قبل كده، وما فيش حد في الباركينج غيري انا خالص، وده بقول لك طلع من بين العربيات وابتسم ابتسامه ملائكيه طفل كده وقال اطمن انت مش لوحدك، ومشي مشي ما ولا بص لي تاني. في مصر برضو قبل ما اخرج، وانا في الخروج، لحظات الخروج دي كانت لحظات صعبه صعبة جدا جدا جدا، انت بتسيب كل حاجة وراك. فدخلت محل بودافون كنت بعمل حاجة فيه مش فاكر ايه هي، وانا حاسس بظهري ان في حد باصص، انا ببقى فاهم الناس، انت فاهم من كتر التعامل مع الناس تبقى يعني بتبقى عارف مين، فحاسس ان هو عايز يتكلم، انا شايفه بظهري ما بصتلوش، فلسه سلمت على الراجل اللي انا بعمل في الشغال في بودافون وماشي، فقال لي ثانية واحدة، ازيك يا استاذ معتز؟ قلت له الحمد لله. قال لي انت فين؟ بهذه اللهجه يا دكتور، بهذه اللهجه. قلت له انا موجود. قال لي موجود يعني بتعمل ايه؟ بتعمل ايه مع يعني بتعمل ايه مع يعني ايه دورك في دلوقتي يعني؟ يعني كان في ظل الانقلاب ده. قلت له انا بحاول اكتب على تويتر وبحاول اقول. قال لي ده مش كفايه، اخرج. اخرج. والله يا دكتور زي ما بحكي لك كده وربنا شاهد في هذه الليله المباركه، اخرج. كده في وسط الناس كلها سكتت في البتاع. قال لي اخرج واتكلم. قلت له فيه ما انا بحاول كذا. قال لي اخرج فورا، انا ضابط جيش والله العظيم. قال لي انت مش عارف المجرمين دول بيعملوا ايه، اخرج واتكلم صوتك مهم، اخرج. سابني ومشي
انا اشوف الناس دي ما بنساهاش ما بنساهاش، وكانه بيزتزك انت فاهم، انك جواك حاجه بتشدك وحاجات بترجعك، وده بيقول لك يلا اتفضل، وكانه رساله من ربنا. فدعاء الناس ده شيء مهم جدا. يعني انا اسف ان انا بطول يا دكتور والله. لا 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 والله، هي الناس حابه تسمعك والله اكتر من اي حاجه تانية. خلينا نروح لمجموعه اخرى من المتصلين. محمد لو تفتح المايك، محمد برجس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا استاذ معتز؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. انا بجد مش عارف اقول لك يا استاذ معتز، يعني انا والله يمكن قلبي بيدق دلوقتي. حضرتك من الناس المحترمه والله، يعني الواحد يتشرف بمعرفتها، او يعني اعذر معايا يا استاذ معتز. الو يا محمد، صوتك راح. صوتك رجع دلوقتي. تمام فضل. تمام. يعني انا يعني ربنا يكرمك يا استاذ معتز ويصبرك على البلاء اللي حضرتك فيه ويثبتك دايما، وان شاء الله ربنا هينصرنا باذن الله. يعني انا ما عنديش سؤال معين لحضرتك، بس يعني احنا بمتابعتك يعني لحضرتك مخلينا عارفين كل حاجه، بس انا حابب اتكلم معاك مش اكتر. ربنا يحفظك ويعز قدرك، وانا شرفت بكلامك. ربنا يحفظك، بندعي لكم فلا تنسونا من صالح دعائكم. شكرا يا محمد. وهو يعني احد اهداف الحقيقه البودكاست، بس يعني احد اهداف الحلقه ان الناس كانت تتكلم مع معتز بشكل مباشر. طيب محمد هلو. صوتك راح. سامعينك يا استاذ محمد، سامعينك. الو، سامعك يا استاذ محمد. سامعك. تمام يا استاذ معتز. والله يعني انا حابب اتكلم، انا حابب بس اتكلم معاكم. يعني الواحد في مصر هنا من جو الكآبة اللي البلد بقت فيه، الواحد تعب فعلا. عايزين نفكر نعمل اي حاجة نخرج من الوضع اللي احنا فيه ده. طيب انا بشكرك يا محمد جدا، شكرا جزيلا. استاذ محمد عظيم تفضل، افتح المايك. محمد عظيم موجود؟ طيب خير، نروح لمصطفى. انا بحاول اخد اكبر عدد من الناس والله، بحيث تتكلموا مع معتز براحتكم. يعني تفضل يا مصطفى. السلام عليكم ورحمه الله. كل عام وانتم بخير. بخير. دكتور اسامه استاذ معتز اخونا الحبيب، تحياتنا لك من الاردن يا استاذ معتز. ربنا يحفظك، ربنا يحفظك ويعز قدرك، ومن العجبي تحديدا كمان. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، تحياتي لك، وبدي احكي لك ان انا بحبك في الله. يعني حبك الله الذي احببتنا فيه يا اخي. الله يرضى عليك. كلمتك اللي تعلمناها منك، انا اول مره سمعتها منك، كلمه الرجال يعرفون بالحق. وانا من اول ما تابعتك يعني من سنين، يمكن 2015 او 2016، ويعني اكاد لم افوت حلقه لك، واللي بتفوتني المباشر بحضرها ثاني يوم. وسافرنا امريكا ورجعنا وما فوتنا حلقه لك باي يوم. بدي اقول لك جزاك الله خير وفي ميزان حسناتك، وربنا يقويك ان شاء الله، واللي دائما مع الحق ربنا بيكون معه وبيبعت لك ناس وبيسر لك ناس. انا لي سؤال، انت جاوبت بالحلقه امبارح او اللي قبليها، جاوبت نصه. كان في بالي اسالك اياه، اللي هو ليش ما جبت سيره فلسطين، وانت جاوبته. بس بدي اسالك الشق الثاني من السؤال، هل ان شاء الله ان شاء الله قريبا جدا لما تنشئ القناه ويكون لك قناتك، هل تعتقد في بريطانيا الحريه الكامله بأنك تتحدث بما أردت أن تتحدث به عن 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 اليهود والفلسطينيين والصهاينة؟ يعني تتكلم بالمفردات اللي أنت بتحبها، اللي أنت بتحب تتكلم فيها، هل تعتقد إنه في حرية كاملة لهذا الشيء؟ وشكرا لك، وأنا يعني مبسوط جدا، وأشكر أسامة، الدكتور أسامة قويش، بأنه يعني أتحنى الفرصة هاي إنه نتكلم معك ونسمع صوتك مباشرة. شكرا جزيلا، السلام عليكم. شكرك يا مصطفى، شكرا جزيلا. ربنا يحفظك يا أستاذ مصطفى. بشكرك جدا، وبشكرك تاني إن عدت هذا الموضوع، لأن كمان كنت هتكلم فيه بكرة بإذن الله تاني للناس كلها، اللي هو أزمة. إحنا قلت دايما إن إحنا في أشد الاحتياج تلك الأمة لمنصة تكون خاصة بيها، منصة خاصة بيها. الوضع على المنصات العالمية
سواء فيسبوك او يوتيوب، الوضع مش سهل ابدا ابدا. كنت دايما لما بنتكلم على فلسطين وعلى القدس وعلى جيش الاحتلال بنتحدث دايما كنت بنزل الهواء عشان ما تتأثرش القناة وكده، وبنتحدث على الهواء مباشرة، فما أخرج من البث المباشر على الفيس وعلى اليوتيوب. دلوقتي الوضع بقى صعب جدا، ويمكن أنت شايف التضييق بشكل كبير جدا، ومنصات كبيرة أغلقت. أنا عايز أقول لك إنه يعني الشيخ أحمد ياسين مثلا بوست على انستجرام بقاله سنة ونص، قسما بالله تضييق غير طبيعي. انستجرام كل يوم بينقص مش بيزيد، يعني كل يوم عشان بوست واحد كتبت فيه استشهدت بمقولة الشيخ أحمد ياسين الله يرحمه ويتقبله من الشهداء، لما قال إن بتاع ده، قالوا له لما سئل الشيخ قالوا له طب يعني عدم المقدرة وكده تتيح إن أنت تعمل علاقات مع المغتصب أو مع جيش الاحتلال، قال لهم عدم القدرة على الزواج لا تبيح الزنا. بس جملة كده والله، يعني عايز أقول لك لحد دلوقتي انستجرام عندي تضييق بقولها قدام كل الناس، فيسبوك على الوصول. أنتوا لو فتحت دلوقتي صفحة الفيسبوك هتلاقي فيديوهات بفضل الله 2 مليون و4 مليون، بس هي ممكن تجيب أكتر من كده، لأن عندي تقييد وصول بنسبة 70%. عندي تضييق وصول، باخد سترايك في اليوتيوب بقالي 3 شهور ما تفكش. فيعني القصة صعبة جدا. أما بالنسبة لبريطانيا فأعتقد أن الأكثر خبرة والأكثر قدرة على الرد على السؤال هو دكتور أسامة أكتر مني، يعني هو عنده خبرة بهذا المجال، مجال الحرية واصل لقد فين يعني. بص، هو احنا وانا انا كنت والله مستنيك تخلص عشان اعلق على الحتة دي. احنا هنا في بريطانيا مثلا قناة الحوار انا شغال فيها، النهاردة مثلا كان عندنا تغطية خاصة ومباشرة عن احداث القدس. احنا في هيئة منظمة للإعلام في بريطانيا اسمها الأوفكوم. الأوفكوم دي ليها معايير معينة، يعني مثلا مصطفى هو بيتكلم قال موقفك من اليهود، احنا ما عندناش مشكلة مع اليهود، يعني انت ما ينفعش تطلع على التلفزيون في لندن وتقول اليهود عايزين، لا انت بتتكلم على الصهاينة، بتتكلم على المحتل، بتتكلم على قوانين دولية، بتتكلم على الدفاع عن النفس اللي الفلسطينيين بيعملوه. لكن مثلا ما ينفعش تطلع تقول مثلا يعني عملية طعن حصلت في فلسطين وهذه العملية البطولية، لا، في هنا معايير، فيها مشاكل في التعامل مع حاجات زي كده. لكن عدوان على اليهود، بدون قطع كلامك دكتور أسامة، احنا ما عندناش مشكلة في بريطانيا او في اي حتة اصلا مع اليهود ولا مع اي حاجة مع اهل كتاب. احنا مشكلتنا زي ما قلت تفضلت حضرتك مع المغتصب والمحتل، دقيقة بعيدة عن اي حاجة طول الوقت يعني. فهي بالظبط، فهي بريطانيا فيها سقف حريات عالي جدا في الاعلام، لكن في نفس الوقت ليها معايير محددة لسقف الحرية ده. معايير ليها علاقة بالتحريض على القتل، بالتعامل على أساس الجنس أو العرق أو مش عارف كذا. فقضية فلسطين في محاذير في أنك تتعامل مع يعني تهاجم الديانات، أو أن أنت عملية زي ما أنا قلت عملية طعن، أن أنت مثلا تشيد بيها جدا وتتكلم أنها عمل بطولي، لا، هنا بتدخل في مشاكل طبعا ليها علاقة بأن ده بيقاس عند الأوفكوم أنه هو عمليات عنف وليس دفاع عن النفس مثلا زي اللي بيحصل في مناطق أخرى. فبس ده كان تعليق سريع على اللي قاله مصطفى. خلينا ناخد مداخلة أخرى من زين العابدين. تفضل زين. أستاذنكم لو بس اللي عليه الدور يفتح المايك سريعا ويقول سؤاله. زين، طيب شكرا يا زين. إبراهيم، تفضل إبراهيم. ابراهيم اتفضل عليكم. افتح المايك. عليكم السلام. السلام عليكم. اهلا السلام. دكتور اسامه. اهلا وسهلا. السلام عليكم دكتور اسامه. اهلا وسهلا استاذ معتز. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، اهلا بيك. اهلا وسهلا، ربنا يحفظك استاذ معتز ويخليك دايما صوت الحق في كل مكان ويصدع دايما بالحق ربنا يحفظك دايما يا رب. انا عندي سؤال يا استاذ معتز. هو من الممكن يتم توحيد الصف الثوري بره مصر؟ عشان خاطر من غير توحيد الصف الثوري صعب جدا ان احنا نسترد الثوره المصريه. صح، صحيح، صح كده. طيب، وكان عندي برضو حاجه عايز اقولها لحضرتك برضو، ان الشارع المصري دلوقتي وصل لاعلى مرحله نضج سياسي. احنا المفروض نستغل ده ازاي؟ يعني المفروض الناس اللي زي حضرتك يستغلوا الموقف ده ازاي عشان خاطر يبقى في صالح الثوره المصريه، لان الشارع وصل لمرحله نضج سياسي عمره ما وصل لها من اول 2011، ممكن على مر تاريخه كمان يعني. صح. شكرا ابراهيم، شكرا جزيلا.
تفضل معتز. اعتقد يا دكتور ان احنا صحياتي ليك يا استاذ ابراهيم، بتفق معاه تماما تماما ان مستوى النضج ده دايما اللي بقوله انه ده كان يبدو ان احنا في معارك كتيره ما حققناش فيها انتصارات، ففي معركه الوعي وهي اخطر معركه وهي المعركه الرئيسه اساس كل حاجه، لان كل ما حدث في بلادنا مش بس بعد الانقلاب، اللي بيحدث من سنه، خلينا نتكلم في عصر حديث، من سنه 52 هو وعي مغيب او وعي مشوش او وعي بيتشكل وعي الناس بطريقه كاذبه. النهارده شاء من شاء وابى من ابى، مرحله الوعي اللي وصل لها الشعب غير مسبوق حتى في اشد لحظات الثوره ارتفاعا. يعني اذا اعتبرتها سنه 2011 او 2012 ما كانتش بهذه الدرجه من الوعي. الناس مش احنا، انا بتكلم عن نفسي مش هتكلم على حد، شخصيا ما كناش متخيلين فاهمين المشهد بهذه القوه وبهذه القدره وبهذا الوضوح. يعني عايز اقول لك انا ما كنتش متخيل اطلاقا ان الجيش المصري يقوم بتلك المذابح، ما كنتش متخيل، كنت بكذب نفسي في كل حاجه بتشهد تجد له مخرج، لانه مش ممكن، الواحد مش متخيل من كتر الحاجات اللي تراكمت ان هذا المشهد يحدث. مثلا على سبيل المثال وليس الحصر، حاجات كتيره جدا. دايما كنت بقول ان الواحد ما كانش بيتخيل، ما كانش فين على ما فهم ان 52 انقلاب واضح صريح بتاع بل في انقلابين، كان 52 و54 وقصة قليمة، الواحد ما كانش التعريفات بهذا الشكل. بالنسبة أرجع لتوحيد الصف الثوري، ده قولا واحدا، ده شيء مهم جدا جدا جدا، لكن المقصود بالصف الثوري اللي هو الصف الثوري اللي بجد. المشكلة والأزمة واللي للأسف حتى لحد الوقت مش الواحد مش عارف يتكلم فيها، إن في أشياء تبدو أنها صف ثوري وليست صف ثوري، في حاجات يعني تضر ولا تنفع، وتبقى وانت بيبقى عندك في حيره، الواحد بيلتزم الصمت انه فعلا الكلام ليه اثر سلبي والصمت ليه اثر سلبي، لكن اثر سلبي، لكن في النهايه اثر السلبي للصمت اهون من الكلام، لان الكلام هيكون مضر بصوره اكبر، بتتشتت، هتشتت الناس بصوره اكبر بكتير. ده تقديري واتمنى ان انا اكون فيه صحيح. توحيد الصف ده شيء مهم جدا جدا، لكن كمان شيء مهم وفي غاية الأهمية، وهي القيادة. وهي القيادة دي شيء هو الأساس. كل فرعون ربنا سن سنة الأرض على كده، لازم يكون ليه موسى، مع الفارق طبعا سيدنا موسى عليه السلام. يعني دايما إنه رمز الباطل لازم يكون فيه رمز يقف للحق، في رموز بتقف تبدو ان هذا الوقت ده ماسك مثلا حاجه كذا وبتاع كذا بدون توضيح وحاجه، لكنه ضعيف جدا، ما ينفعش يكون هو اللي يقود هذه المرحله. ربك بيقيد وبيقلب الارض ليجلس كل رجل في مكانه الصحيح، وده شيء مهم جدا جدا، وبيحدث بتدبير الله مش بتدبير اي حد تاني. تمام، يعني أنا متفق معك جدا في قصة أنه مش كل اللي ظاهر هو صف ثوري، ويمكن يعني إحنا في تفاصيل كتير مش قادرين إن إحنا نتكلم فيها، لكن أنا كل اللي بقوله للناس دايما، ما تصنعوش أصنام يا جماعة وتعبدوها. يعني ما تعملش صنم وتتخيل إن الصنم ده منزه عن الخطأ لأن هو تويتاته سقفها عالي قوي، أو لأن هو راجل مش عارف بيطلع يتكلم ويقول لك يا جماعة بس اوزنوا الناس بموازنها. يعني اقروا عن الناس، اعرفوا الناس دول كانوا ايه وبقوا ايه وعملوا ايه وكانوا فين وقت كذا وكعملوا ايه وقت كذا، وابعدوا دايما، والله مش وصايا بس هي نصيحة، يعني ابعدوا دايما عن مثيري البلبلة في المواعيد الهامة. يعني اضرب مثال، معرفش معتز يوافقني ولا لا. تسلم اللي تلاقوه دايما الجملة اللي انت نحتها دي يا دكتور، والله في 25 يناير، في 3/7، في 14/8، في المواعيد المهمة دايما بيصنعوا خناقات مفتعلة. ابعدوا عن الناس دول بس عشان ما طولش. يعني أو أضيف جملة لو سمحت لي دكتور أسامة، كمان ليست كل دعوة تلاقي الناس بعتك يقول لك أنت ليه ما بتسنيش الدعوة، بالزبط. عايز تضرب نفسك بخنجر تقول له مش قادر تتكلم، مش قادر، خايف ترد عليه لأنك مش عارف أصلا الحساب ده وضعه إيه، وهو عايز ياخد منك رد بأني شكل عشان يستخدمه بأني طريقة.
فهمني حضرتك. فانت تبقى مش عارف صامت يا عمي، ده دي الدعوه دي دي دي, دي مضروبه في صدرنا مش في صدر اي حد تاني. هذه الدعوه ظالمه لينا احنا، مش ظالمه لحد تاني يا جماعه. ده زي ما بيقول لك دلوقتي استاذ اسمه استاذ ابراهيم اللي كان بيتكلم اخر ابراهيم ايوه استاذ ابراهيم، فبيقول لك الارض دلوقتي وصلت لمستوى وعي رائع جدا تمام، لكن لحظه النضج يمكن مش دلوقتي. فانت فيطلع حد يستبق مرحله النضج عشان ما يخليش الثمره تنضج ويصيب الناس بالياس، ويصيب الناس بالياس. يعني عايز اقول لك في مشاهد كتيره، يعني الواحد والله ما عارف، الواحد جواه حاجات كتيره عايز يحكيها مش عارف يحكيها، واحد مع اصحابها شخصيا واتكلم. يعني هقول والله ما عارف يا دكتور، خلينا ساكتين احسن. هيجي يوم وهنتكلم، لان الحقيقه في كلام كتير فعلا يتقال عن اشخاص وعن مواقف وعن دعوات زي كده كتير. انا يعني انا فعلا مش عايز اطول عليك، ومش عارف وقتك وظروفك عامله ازاي. اقول لك جمله يقول لك بتساند ما ساندتش فلان ليه يا عم. انا واجهت فلان واعترف بغلطه وما بقاش قادر يرفع عينه في عينه وقال انت صح، انا ساندته وقت ما كان يستحق المسانده، وتخليت عنه وقت ما ارتقيت ان مساندته هي 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 خيانه للناس، هي خيانه للناس. وربنا اللي مطلع على الصدور، وعشان كده بيقول ايه الايام كاشفها يا دكتور اسامه، الايام كاشفها. طيب انا كنت بقول، بس انا مش عارف وقتك يعني عامل ازاي، مش عايز اطول عليك، مش عايز تعبك، واكيد في ناس دلوقتي المفروض انها تتسحر كمان شويه. صحيح. في عدد كبير من المتصلين، فانا هحاول اخد اسئله سريعه جدا وهسجلها كلها، وبعدين ناخد منك تعليقات على الاسئله ونختم ان شاء الله. اتفضل. تمام. طيب فاطمه اتفضلي، سؤال سريع لو سمحتي. فاطمة لو تفتحي المايك بعد إذنك. طيب نوح تفضل يا أستاذ نوح، افتح المايك. طيب فقدنا نوح. أستاذ أحمد تفضل. أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا مبسوط جدا 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 ان انا بسمع حضرتكم. انا بس مش شايفك. انت رحت، انت نوح ولا احمد؟ لان انا مش عارف، الصوره مش ظاهره قدامي. طب اتفضل يا نوح، قول سؤالك باختصار. اهلا وسهلا. معلش حضرتك، حضراتكم عزاز علينا وبنحب نسمعكم، ومهما تقولوا احنا بنقعد نسمع. لو احنا هنوصف فيكم مش هنعرف نوصف لا يوم ولا اتنين ولا تلاتة. فحضرتك بتقول لي باختصار على عيني وعلى راسي، انا ما عنديش سؤال، انا عندي حب ليكم. ربنا خليك يا نوح، والله يعني انا نفسي اقعد معاك لحد الفجر. والاستاذ معتز مطر اللي بنتابعه في اي مكان هو بيروحه، وقفوه هنا بنروح له هنا، وقفوه هنا بنروح له هنا، وقفوه بنروح له هنا. كمان انا مش نوح، كمان انا مش نوح، انا متابع تابع لنوح. متشكرين جدا يا استاذ. نوح هيكلم حضرتك وكل حبايب نوح اللي هو بيحبكم زي ما انا بحبكم، ويمكن اكتر اتعلمت حبكم منه. حاجه تشرفنا. شكرا جزيلا يا استاذ المتابع اللي تابع نوح، مشكورك جدا. ربنا يثبتكم على الخير، ربنا يظهر لكم الحق ويظهر بكم الحق، ونكون توابع لكم، وان شاء الله قرب ان شاء الله تعالى. يا رب. معكم نوح، وانا اسف على الاطاله. يا رب يا رب يا السلام عليكم ورحمه الله. استاذ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. تحياتي لحضرتك يا دكتور اسامه، وكل عام وحضراتكم بخير، وتحياتي لحضرتك يا استاذ معتز. انا عايز اقول لحضرتك كلمتين باختصار، يعني مش هطول ان شاء الله عشان خاطر برضو زميلي خد الوقت من حضراتكم. بس يا استاذ معتز والله العظيم احنا كلنا هنا في مصر شباب حاسين بحضرتك جدا ومتابعين حضرتك جدا، والحق يعرف بالرجال وليس العكس. نحسبكم على خير بإذن الله حضرتك والدكتور أسامة. لا، الرجال يعرفون بالحق يا أستاذ نوح.
الرجال يعرفون بالحق. الرجال يعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال طبعا. انا ربنا يعز قدرك. ربنا يعز قدرك. طيب شكرا استاذ يعني نوح. اشكرك. احنا بكره لو انا او دكتور اسامه حدنا على الحق فاحنا ما نسويش اي حاجه. اكيد طبعا. نوح استاذنك اشكرك. انا عايز اسال سؤال يا اسامه معلش يعني. طب اتفضل سريعا. انا عايز اسال سؤال برضو ماشي. وانا عايز اعرف هو الاستاذ معتز كان بيتكلم في الحلقه بتاعته ما تطرقش للقضيه الفلسطينيه علشان القيود اللي موجوده على الصفحه وعلى اليوتيوب. فهو متهيألي ممكن يكون عنده الفرصه هنا ان هو يقول لنا الوضع بالظبط واصل لفين في القدس لان طبعا. احنا برضو مش كل حاجه بتوصل لنا. ربنا يحفظك. تاني سؤال. تاني سؤال يا استاذ معتز. حضرتك شايف بعد اللي بيحصل في الحرب بين روسيا وأوكرانيا هل ممكن الدولار في ضوء التحول التعامل روسيا بالروبل ممكن الدولار ينهار في خلال الفترة القادمة ديت ولا وضعه هيبقى ايه؟ طيب شكرا جزيلا نروح استاذنك لو تقفل المايك بقى يا استاذ دكتور أسامة معلش رجاءا انا عايز الاستاذ معتز لو هيدعي لحاجة تحصل يدعي للأمة العربية كلها. الأمة العربية كلها لازم تنتفض دلوقتي. لو ما انتفضناش دلوقتي هننتفض امتى؟ شكرا يا نوح. اشكرك جدا. اشكرك جدا لو سمحت. استاذ نوح لو سمحت عشان بس ندي فرصة للآخرين. استاذنك تقفل المايك بعد اذنك. شكرا جزيلا. استاذ احمد فؤاد. تفضل سريعا. احمد افتح المايك لو سمحت. هو انا الناس اللي في الروم كلها سمع صدى معتز انت سمع صوته تاني. طب 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 نقول نرق على فلسطين يا دكتور اسامه. طيب اتفضل معتز. يعني انا عايز اقول انه من ساعه اللي هو حرب غزه الصواريخ هذا التحول النوعي اللي حدث المقاومه في ارضنا المحتله المشهد اختلف كثير وزي ما بقول لك في قلب الاختبار بيكون في خير كبير جدا لما بيبقى في قلبها نعمه. في المشهد الظاهر يبدو انه الكل مش يبدو هو الحقيقه يعني ان كل تخلى عن تماما يعني حتى اللي كان بيساند على جنب الدوله اللي كانت بتقول كذا الدوله اللي كانت بتعمل كذا الفلسطينيين ما بقى ضهرهم للحيط مبقاش معهم حد هكذا يبدو المشهد. لكن ده قد يكون اكبر خير لانه المقاومه والشعب اكتشف انك ما قدامكش غير انك تعتمد على نفسك. فالمعادله لو تشاهد حضرتك بقى لها سنه مختلفه تماما والاداء مختلف. الداخل الفلسطيني مختلف تماما. داخل الفلسطيني اللي اتهمت حماس بالظلمه دايما بدافع واقول يا جماعه كلمه هذا عرب اسرائيل هذه الكلمه فيها من الاجرام الكتير جدا والكبير جدا في حق اهلنا اللي تمسكوا بارضهم واصروا ان هم يستنوا في الارض في ظل معادله صفريه. انت بتتكلم على ايه؟ ان هو لازم يخرج. طب هو اضطر ياخد جواز ويقعد ويعمل مستوى. انت قاعد في ارضه في خونه في المسلمين. طبعا في خونه زي ما في خونه في المصريين وفي السعوديين وفي كل مكان. وكان في خيانه في وقت الصحابه وفي وقت التابعين وفي وقت الرسول عليه السلام وفي كل زي ما في كل وقت. انما ده يعني ان المشهد سوداوي. الداخل التحول اللي حادث في الداخل هو تحول لافت وتحول مدهش سيكون له ما بعده. الوضع مختلف تماما عندما اكتشف او تاكد. لما دايما ربنا يقول لك إيه كل حاجه تخلت عنهم كل الاسباب. عشان كده بقول لك ان الفجر بياتي بعد اسود نقطه في الليل. كل الاسباب تخلت كلها تخلت عن اخواتنا الفلسطينيين. لكن ربك ما انساش ابدا من يقاوم ومن اصر على 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 تلك المقاومه. وسيدنا علي بيقول لا تستوحشن طريق الحق لقله سالكيه وانت الامه ولو كنت وحدك. ربنا يعز قدرهم ويرفع من شأنهم ويجري النصر على أيديهم. ده اللي نقدر نقوله. اللهم أمين. أنا الحقيقة عايز أشكر كل اللي شاركوا معنا. يعني واضح أن في مشكلة تكنيكال بس في موضوع المتصلين لأن كان في صدى صوت
ومعتز بيتكلم دلوقتي. صحيح. فانا بعتذر للناس بس مش هقدر اخد متصلين كمان. لو حابين تكتبوا اسئله سريعه في الكومنتس وانا ممكن اسالها المعتز قبل ما نختم. والحين عايز اختم معاك معتز بمجموعه رسائل يعني سريعا كده. لو هقول لك وجه رساله لزمايلك العاملين في قنوات تركيا اللي بقى لهم 10 شهور يعني بيعملوا حاجه هم مش قادرين مش عارف مش قادرين يعملوا غيرها او مجبرين عليها او الظروف ضغطاهم بشكل او باخر، رسالتك ليهم ايه؟ ربنا يعينهم، ربنا يكون في عونهم. موقف صعب جدا 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 جدا، مش عارف اقدر اقول جدا لحد امتى. ما قدرتش اكون فيه خالص ولا استمر فيه بهذا الشكل، لكن ربنا يكون في عونهم ويوفقهم ويكتب لهم كل الخير ويرشدهم للصواب وللصح ويهيئ لهم. وبعدين ربنا بيهيئ لكل واحد على قدر احتماله او على قدر اختباره، كل واحد كل ما ربنا بيديله اسباب. يعني بمعنى ان دكتور أسامة مثلا ربنا اداله مزايا ان هو دكتور عنده لغات مثلا، عنده قدرة انه بقى موجود في مكان تاني، ممكن غيره ما يبقاش عنده كده يا دكتور أسامة، فربنا سهل له ويسر له حاجة مش موجودة لغيره عشان هو ربنا كتب له دور غير الآخرين. قد يكون هذا. فربنا ادالك على قد اختبارك، ممكن ادال معتز انه يبقى يستطيع مثلا ان هو يعتمد على نفسه، ها، بعد الله عز وجل يعتمد على نفسه لان هو يقدر، عنده مثلا صفحة كبيرة جدا، عنده يوتيوب يمكن كبير جدا، فيقدر يكمل هذا، عنده نفس يقدر يكمل به الآخرين مش عندهم. فلازم نحط ده في الحسبان، لكنه موقف صعب جدا لم أفهمه من أول لحظة. وعندما سئلت سؤال مهم جدا في حضور شهود أحياء، طب وإحنا نعمل إيه؟ قلت كونوا رجالا وربنا يوفقكم ويسدد خطاكم ويعينكم، لكن كونوا رجالا. ولم أقصد بها إلا كل الخير والله يا دكتور. والله العظيم لم أقصد بها إلا كل الخير. يعني أحيانا لازم تكون بيدي لا بيدي عمر. أيوه. بتخيل كده يعني. وبعدين ما تكبرش، ما تتحطش في موقف إنك تكبر على يعني إنك شيء في شيء يعني مش يعني ربنا يكون في عون الجميع. طيب رسالتك لأسرتك؟ أسرتي الكبيرة وأسرتي الصغيرة وأسرتي يعني كل المحطين اللي بيدفعوا تمن حقيقة، مش عارف أقول لهم إيه، والله ما عارف أقول لهم إيه. بعتذر للجميع وربنا يثبت الجميع، ربنا يجعله في ميزان حسناتهم، ويشهد الله ان الواحد ما كانش يتمنى الضرر لاي حد، لكن كلمه الحق لم تترك لنا من صاحب. فربنا يعينهم ويقدرهم. وانا مش بس اسرتي الصغيره، بتكلم لاسرتي الكبيره والناس، في ناس كتيره غير اسرتك كمان اتضروا. كنت الواحد يشوف يقرا بيقول واحنا سمعنا ونزلنا واتقبض علينا. طب يعني انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه مع نظام مجرم؟ اعمل ايه؟ ما هو انت ربنا مش هيجيب لك خلاص الا منك تتحرك. يعني وهتيجي الخلاص ازاي؟ والحركه ليها ثمن زي ما الصمت ليه ثمن، ومحدش عايز، والحريه سلعه غاليه وليها ثمن، وربنا كتب الاقدار، ربنا اللي حطنا في تلك الاقدار، ربنا يعيننا عليها. امين. ربنا يعينه. وبدعو تاني، بطلب منكم لألف مره خصوصا اخويا معاذ، تدعوا له، تدعوا لاهله واولاده، تدعوا لكل الناس، كل الناس ربنا يعين. حقيقه يعني الواحد اوقات بيتحرج يتكلم على اسرته في ظل كمان اسر، يعني ما اسره زي اسره ايمن هدهود الله يرحمه، يعني تقول له اسره زي اسره عازم حسني، ولا اسره صفوان ثابت، ولا اسره اقول لك ايه، ولا أسرة بدرية اللي خدت بالبيادة العسكرية فطلعت قعدت تعمل تاني. فاهم انت ازاي يعني؟ أيوه. الظلم طال الجميع، ربنا يزيح الغمة. طيب رسالتك لصناع مسلسل اختيار 3؟ اشكركم.
أشكركم من كل قلبي والله، والغباء جند من جنود الله، أنا مش بقولها دعابة ولا بسخر، والله بشكركم بشكركم. انتوا عملتوا يعني، انت لو ليك حد مدسوس جواهم مش هيعمل اللي عملوه. اشكركم انكم اجبرتوا المجرم انه يتبرى من الحكايه، وبقى يقول لك ياسر جلال قال للمرسي بقى مش قادر. اشكركم والله على 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 انكم بايديكم وبملايينكم اللي هي من دمنا بتذيعوا الحقيقه للناس مهما كبرتم ومهما كبر اتباعكم. فبشكركم حقيقه على هذا المسلسل، وانا صادق حقيقه بشكركم على المشاهد. حتى قنوات يا دكتور اسامه اللي بتحاول تاخد موقف، شوف التقارير اللي بتطلعها في حاله اندهاش ما حصلتش في التاريخ ان هذا المشهد، ان واحد كمان مجرم يعني، مش بس انت عارف، انت لو سيسي ده فعلا صالح وبيعمل فيلم وهو عايش على عينه كان هيبقى مسخره العالم. يعني ما بتحصلش كده يعني، ما فيش هتلر ما عملش فيلم وهو عايش عن انجازاته، وان هو كان هيفتح العالم، وان هو كان عايز المانيا العظمى، ولا بتاع ولا قصه ولا اي حد. مبارك 30 سنه ما طلعش الا بقفاه، لانه عارف انه كمان مع شعب جبار. شعب لما يمسك حد سخريه لا يتركه الا فاهم خلصان بالضربه القاضيه. كان عنده ذكاء وما طلعش من الحكايه دي. فبالك بقى، انت مش صالح زي ما بنتك بتقول لك يا بابا، صوام قوام، لا انت مجرم وايديك بدم الناس وظالم ومتجبر في الارض ومريض. فربنا خلى فضحتك على كل لسان. بشكر صناع الاختيار يا دكتور. طيب والشعب المصري رسالتك تقول له ايه؟ اما ان لهذا الوضع ان ينتهي؟ أما آن مش كفاية كده يعني؟ ماذا تبقى؟ ضحيتوا بالحق والحرية والعدل في سبيل إن إحنا نعيش، في سبيل إن إحنا ما نبقاش زي سوريا والوراق. الوراق، تحية لأهل الوراق، والله العظيم ألف تحية لأهل الوراق والعراق وليبيا وزي بتاع، ولا إيه، ولا 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 حرية وعدل ولا كرامة نلنا، ولا أكل وأمن حصلنا. فماذا بعد؟ هذا الشعب سيثبت يوما قريبا بإذن الله أنه لم ولن يموت، وإنه أكبر وأجمل وأحلى مما تخيلوا إن هم حطوه فيه. الرسالة الأخيرة هي يمكن تبقى غريبة شوية إن مذيع يسأل ضيفه إن يوجه رسالة زي دي، بس أنا فعلا عايزك توجه رسالة لمعتز مطر، تقول له إيه؟ مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاه، ومن كانت منيته بأرض فلا يموت بأرض سواها. بس كده؟ هقول له إيه؟ بالله عليك اقول له يا دكتور، انا الحقيقه اللي عايز اقول لك ان انت زي ما قلت، ربنا احيانا بيهيئ الاسباب وبيختار ناس في اماكن يمكن دون عن ارادتهم، يمكن ربنا بيبقى مختار ان هم يكونوا في المكان ده لحكمه، يمكن يعرفوها في الدنيا يمكن يعرفوها في الاخره. لكن انا دايما هقول لك يا معتز ان انت لو بيسمعك واحد بس، وانت ما شاء الله بيسمعك ملايين، فانت محتاج كل يوم تفكر نفسك وكل لحظه تفكر نفسك بان نيتك ايه اصلا في اللي بتعمله. لانه فكره ان لسانك دلوقتي هو اداه ربنا استعملها في ايصال صوت حق او في نصره مظلوم او في الدفاع عن الناس، وانا والله بذكر نفسي معاك يعني، لكن طبعا انت ما شاء الله جمهورك اوسع واكبر. ففكرة تجديد النية، أنا هذكر موقف واحد بس. أنا زرت قطاع غزة في 2012، في مارس 2012، فكنا قاعدين وكان في طائرات زنانة. إحنا كنا في نفس الرحلة؟ لا، يمكن أنا كنت في رحلة تانية. كنا رحنا بعد القصف. كان بعد القصف، أنا كنت موجود أثناء القصف، كان في قصف في 2012. وكنت فالشاهد ان انا كنت بقعد، كنا في النادي الاهلي في قطاع غزه، مبنى النادي الاهلي في قطاع غزه، فكنت بقعد في الدور الارضي لان ده المكان الوحيد اللي فيه انترنت. فكنت بعمل فيديوهات عن القافله الموجوده،
كانت أميال من الابتسامات 10 عشان أبعتها لمصر المواقع تنشر تقارير عن الحاجة. فالطيارة الزنانة بتلف فوق المبنى اللي احنا فيه، فأنا قاعد متوتر طبعا. كان قاعد قدامي شاب فلسطيني فبيقول لي مالك يعني، فبقول له يعني أكيد الآن ده إيه اللي ممكن يحصل؟ قال لي ولا إشي يعني، هيضربوا صاروخ وهنستشهد كلنا يعني. فقلت له كتر خيرك يعني، تطمنتني الحقيقة أنا كده مش قلقان. فطبعا يا ضحك، قال لي أنت بتعمل إيه؟ فقلت له أنا بعمل فيديوهات عشان تغطية للقافلة. قال لي لله يعني؟ يعني ده عمل لله؟ فقلت له آه لله. قال لي لا ما ينفعش تتردد، هو لله ولا حاجة تانية؟ قلت له لا لله. قال لي طب خلاص خد نية أنه هو لله، عشان لو نزل الصاروخ دلوقتي فأنت تقابل بيه ربنا. فأنا والله الرسالة اللي ليك يا معتز أن أنت دايما خلي كل كلمة بتقولها خالصة لوجه ربنا، ويعني هدفك فيها نصرة المظلومين. ربنا تقبل منك عملك وجهدك ووقتك، ويفك كرب إخواتك وأسرتك، ويحفظك من شرور هذا النظام المجرم اللي بيستهدف أي حد زي معتز مطر، ونفسه يخرس أي صوت زي معتز مطر. يعني دي بس الرسالة اللي عايز أختم بيها معاك، وحابب أشكرك والله أن أنت نورتني وشرفتني. العفو، لا شكر على شيء والله. أنا اللي بشرف وأنا بقولها من قلبي أن أنا أكون متواجد مع حضرتك ومع حد محترم وذو تأثير وله حضور. أنت سيكتب التاريخ أكبر أو أقوى، مش بس أكبر، أكبر وأقوى تسريبات في تاريخ السياسة يعني، في مستوى كبير جدا كان بطلها دكتور أسامة جويش. أنا ما جاليش إلا تسريب واحد قعدت فيه أسبوع، فيعني وحقيقة وخدت هذه المسيرة ودفعت ثمن كبير. أنا عايز أقول لك إنه على ذكر المشهد اللي هو اللي بنعيشه، مواجهات كتيرة دكتور أسامة ممكن تبقى فاهم، مع ناس تألمت كتير من حواليك وقريبة جدا، تقول لك حرام وكفاية وألم وكده. والله العظيم كان دايما لما نصل لجملة أولسنا على الحق فيبكوا، رد أو ردي، ألسنا على الحق، ألسنا على الحق، فما يعرفش يرد أو ما تعرفش ترد. يعني 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 طب يعني يعني ألسنا على الحق يعني، بس هي دي الواحد بيراجع نفسه، الخوف اللي بيراجع حسابه إنه ما تكونش في جانب الحق، إنما مش ممكن الجانب ده يكون الحق، الجانب التاني ده مش ممكن يكون الحق يا دكتور أسامة، مش ممكن يكون الحق، مش ممكن يكون الظلم، مش ممكن تغير اسم واحد واسمه محمود السيسي تخليه محمود عبد الغني ولا محمود عبد المغني عشان ما يكونش، مش ممكن ده يكون الحق، مش ممكن أيمن هدود اللي قتلته لسه هو من ده مساعد محمد أنور السادات الوسيط بين النظام المجرم والمجتمع الدولي لتبييض صورته عشان يخرج المعتقلين، تقتلوه تقعد 40 يوم. سألت سؤالين قلت لهم يا جماعة سيبكم من كل اللي حدث، سؤالين، بيان النيابة اتأخر ليه 40 يوم لما النيابة ذكرت في بيانها انه مات في 5 مارس؟ أيوه. طلعتوا ليه بعد 40 يوم؟ جاوبوني. واخفتوا ليه عن اهله لما هو كان مريض وراجل مجرم ما كنتوش عايزين اهله تشوفه، ولما راح يدفن رفضتوا ليه ان هم يصوروه؟ يا مجرمين يا فين إيمان البحر درويش؟ سيبك من الواحد من كتر سلسال الظلم، الظلم في الرضوة، فين الناس اللي دفن؟ فين دكتور مصطفى النجار؟ تخيل انت مرات مصطفى النجار وعياله يا دكتور أسامة، تخيل انت يعني حتى مش عارف اقول ايه يعني، حتى كلمة انه مات قد تكون فيها راحة، عزوا بيها وضنوا بيها عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل، ألسنا على الحق، هي دي اللي لازم نراجع نيها نفسينا والنية كما أسلفت. ربنا يحفظك، وتحية ليك ولكل اللي بيسمعونا. أشكرك جدا الإعلامي المصري الكبير معتز مطر، نورتني وشرفتني. حابب أشكر كل اللي شاركونا في حلقة النهاردة من بودكاست آخر كلام، وبدعو الجميع طبعا لعمل سبسكرايب للبودكاست عشان يوصلكم الإشعارات للضيوف اللي بنستضيفها والحلقات اللي بنعملها كل أسبوع. في بودكاست تاني لهواة اللغة الإنجليزية بيكون كل يوم 3 الساعة 9 بتوقيت لندن، يعني تقريبا 10 بتوقيت القاهرة، اسمه Untold Stories، برضو أنا بقدمه، فاللي يحب أنه يشارك في بودكاست باللغة الإنجليزية هيكون موجود كل يوم 3 إن شاء الله. مرة تانية بشكر الصديق العزيز والإعلام الكبير معتز مطر، وبشكر حضراتكم، وتصبحون على ألف خير. السلام عليكم. عليكم السلام.